طيب يا سيدي، 2700 جنيه جمرك. يلا الحق الخزنة قبل ما تقفل. 2700 جنيه جمرك؟ أنا لو من صاحب البضاعة أسيبها أرجعها. عايز توكل الحكومة لصاحبك؟ لو الجمرك 5000 جنيه صاحب البضاعة هيدفعهم عشان بيكسب منها بلاوي. يا راجل يرحم، أنا ما شفتش مستخلص منك في زيك. اتفضل. ها عملت ايه؟ ما تشوف لنا تصريفه في الراجل المنيل ده. ما هو لو علينا احنا ما انت عارف، لكن هنعمل ايه؟ امضتنا احنا من غيره ما تنفعش. يلا يلا شوف لك صرفه دلوقتي قبل ما حد يشوفنا. يا ساتر، ده راجل مأمور وحش. اسمع فل يا كيمو يا عمر. انا حسون يا عم. غيرك وخلصنا بقى. حمدي زي ما انا عايز. يا عم صل على النبي. شغل احنا ما انتيش ده مش عليا ولا يهمك. انا مش بتاع الحاجات دي. شكرا. يلا يلا حرامي عشان تهبوا العالم. يلا سبحان الله. عالم تاكل الزلط، ياكلوا الزلط يا جدع، عشان ينهبوا كل حاجه. مفيش ضمير، خلصنا الراجل ده من قبل. ده بتاع الازاز؟ اما امبارح بقى حسونه لغايه 3 صباحا السناره ما كانتش جامده. ايه ده؟ امال ايه؟ انما ايه بقى؟ بعد كده اصطدت حته وقار يجي 3 كيلو. لا شيخ. امال ايه؟ انا امبارح بقى اصطدت الحته اللي جايه دي. خدت منه في كونكا 170 قرش. وحياتك تسكت بقى وطلعتني بسكتك لحسن. انا مفروس منك. اخ. بقى يا راجل الجدع مهاود معانا وانت مستلوح. ايه؟ عايز نسأل الحكومة؟ ايه يعني الحكومة هتفلس لما تحط في جيبك 400 300 جنيه وتمشي حالك وحاله؟ احط في جيبي 400 جنيه واحط في ايدي الحديد. يلا حبيبي انت اهو. حسونا بقى. يلا. ابعدوا عني. يا جدع. مش دعوة بيا. يلا. حضرتك. يلا. الو ايه ترانك مصر؟ مين مين؟ انا حسونة. ايوه حسونة، انا المسالحي. ايوه ضروري، انا عايزك تركب اول قطر او اول اتوبيس تبقى عندي هنا. هات حكمت معاك، ضروري حكمت تبقى معاك. ايوه. الو حسونة. الو. يوه السكة راحت. بتعمل ايه يا سلام؟ مش عيب يا ابو صلحي، سكرتير محكمة قد الدنيا زيك يقبل ياخد سجاير فرد. سبت ايه يا اخي العرض حلقية؟ مالكش دعوة يا سلام، هو مش كل الفرد. المصلحي استعجلنا كده ليه؟ لازم ماما عيانة. المصلحي ما جابش سيرة مامتك خالص. انت ليه يا حاجة هايفة؟ انت مش عارفة جوز اختك؟ يقوم يغرمنا 7.5 جنيه في الاتوبيس، احنا اخر الشهر. ولا يهمك، استلفت 10 جنيه. ايدك خدت على السلف يا حسونة، هنسدد منين؟ بيني وبينك استلفت 5 بس، والباقي كسبته في كونكان. ما تعودش ان ادخل على ولاد اختك وايدي فاضية. اهلا يا حكمة. الحمد لله على السلامة. وحشاني يا ازيك انت؟ ازيك يا حبيبي؟ الحمد لله على السلامة. يا حبيبي ايه يا اخويا اللي انت جايبه؟ هو بقى هنعمل ايه؟ معقول كده كل مرة كده يا حسونة؟ اتفضل يا حسونة. اتفضل اتفضل. وحشاني قوي وانت قوي. عاملة ايه؟ حرانة. لما اروح اجيب لكم حاجة ساعة. تعالي يا حبيبي. ازيك مالك كبرت كده؟ ازيك يا مصري؟ ازيك يا حسونة؟ لك وحشة يا سيدي. تعالي واجي قروبا انت. ازيك؟ ازيك؟ وحشتي. الله يخليك. الحمد لله على السلامة، منورين. الله يسلمك يا دري. ايوه كده يا ستي. ايه؟ الواد ده ماله بقى سكر كده؟ انا هاخده معايا اسكندرية. يا ريت يا اختي رايحيني من شقاوته. ما تشتروه بدل ما بتخلفوش عيال. والله فكرة. وهو الجاهز احسن من العمولة. هي حسونة بقالكوا سنتين دلوقتي، هتفضلوا مانعين لامتى؟ والله يا دري مش احنا اللي مانعين، ربنا هو اللي عايزنا نفضل على رايس على طول. يلا هي بلد ناقصة كمان، انظر حولك. يلا يلا حبايبي على اوضتكم. يلا يلا يا مصلحي، مش كنا نتغدى عند ماما احسن؟ لا عندي انا هنا في البيت، نسخن وبعدين ندفعي. مصلحي شكلك كده بتخطط على حاجه وعايزنا ونون الاول. ايوه عشان ما نضيعش وقت. بجرجرنا باسكندريه ليه؟ عشان احط في جيبك فضه خيرك كام الف جنيه. ايه ده؟ اشتريت باسم شهاده استثمار وكسبت؟ لا لا، المبلغ ده من هنا، من بنك الزكاه. من بنك من بنك الذكاء بتاع مصر. كويس، هنرجع اسكندريه ماشيين. لا لا يا حسونة افهمني بس، انا عندي زبون هيشتري شقه حماتك ب 30,000 جنيه. شقه ماما؟ ليه؟ وماما تروح فين؟
من الطبيعي يا حكمة انها تحتفظ بالشقة في حياة ابوكم او حتى في حياة المرحوم اخوك اذا كان عايش. دلوقتي كل واحدة فيكم اتجوزت وبقى لها بيت، معقولة نسيب واحدة ست تقعد لوحدها في شقة خمس اوض في شارع عماد الدين؟ معقولة؟ ايوه بس ماما مش ممكن تسيب بيتها بقى. الله، ده بيتها يا عالم، دي عايشة فيه بقالها 40 سنة. استني بس مصلحي، كلامك فيه قليل من النذالة وكثير من المنطق. سيبولي حكمة انا هقنعها. صباح الخير يا فندم. صباح النور يا ابني. البيل اللي اشترى الشقة بيسأل، يجي امتى يكتب العقد؟ انت يا ابني غلطان في العنوان، مفيش حد هنا بيبيع شقق. مع السلامة. البيت ده هتخرج جنازتي منه زي جوزي وابني. بعد الشر عليك يا حماتي. على كل حال انا عايز اقولك على حاجة، مفيش حاجة هتتم لما اكون راضية ومرتاح. هو ايه اللي بيحصل ده؟ انتوا جرالكم ايه؟ احنا قلنا يا ماما يعني اصل احنا مش مطمنين على قعدتك هنا لوحدك، وبصراحة يعني بيع الشقة هيفرجها علينا كلنا. دول 30,000 جنيه و ما برضه. وبعدين انت حضرتك عارفة دلوقتي مثلا كيلو الفراخ البلدي ب 2 جنيه ونص، يعني لو الواحد لو حب يجيب كيلو ب 5 جنيه، ده 5 جنيه 2 كيلو يعني مفيش أي حاجة. وبعدين لو حبيت أجيب المستورد، المستورد دلوقتي بالشيء الفلاني، الواحد يعني مش واخد بالك معايا ولا وبعدين يعني كلنا مع بعض بالصلاة على النبي وهنروش كلنا ومع بعض يعني ما هو بالشيء الفلاني، ما تقولوا حاجة وأنا هتكلم لوحدي بقى ولا إيه؟ ده الشيء الفلاني دلوقتي ب 12 جنيه و34 قرش يعني. بصفتي صديق وزميل للمرحوم جوزك ما انصحش بانك تسيبي بيتك. قلت لهم، قلت لها يا ادريه يا بنتي بيت العيله عزوه ليكم، وهي البنت لما بتزعل من جوزها مرجعها لبيت اهلها. ارفضي وانا جنبك. محتاره يا استاذ كيلاني، خايفه لجوازهم ينكدوا عليهم. حضرتك خلاص هتمضي على بيع الشقه؟ ايوه. هتحتفظي بقد ايه من المبلغ لنفسك؟ عاوز المبلغ كله يروح للبنات. يا سلام يا سلام، حماتي طول عمرها حقانيه، تقسم النص بالنص. امضي يا ست صفيه. هنستي وشرفتي يا ست الكل. هتوحشينا والله يا ماما. اسمعي، احنا هنسيبك هنا بس على شرط الصيف كله تقضيه عندنا في اسكندريه. يا سلام. لا 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 لا، اسكندريه ايه؟ انا لا يمكن استنى على حماتي ابدا. انا مستعد اركب تكييف في البيت كله بس حماتي تقضي الصيف معانا. لا بقى لا بقى، حس كده بقى، انا مش منقول من هنا الا رجل على رجلك يا حماتي. لا طبعا، ماما ما تستحملش الرطوبه. يا اخي ما نعيش للصيف يبقى يحلها الحلال. يلا اتوكلي انتوا بقى على الله، احسن القطر هيفوت. ربنا يخليكي لينا يا حماتي. يا حبيبتي يا ماما. يا حنينه. يا قمر يا ماما. احنا هنا بعقل. كل ما اجي قدام البيت ده بتخنق. ايه ام فتحي، مش هتبطل تقليه ابدا؟ ولا كلب الاستاذ عنتر اللي ما بيهمتش ابدا؟ عيش تقصر العمر، افتح بلكونه وحياتك، مفيش نسمه هوا، والاسم اللي احنا في اسكندريه. وانتي ايه يا كمان؟ لحق يوحشك الحمام؟ ازيك يا ناديه؟ الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. ازيك يا حكمة؟ حسونة وصل؟ طب سلميني عليه قوي، وتعالوا لنا بالليل بقى. طيب يلا بقى. انت مش متغدين بره وبقالنا 3 ساعات، من حقه ياكل هو كمان. ما قلت لك ناخد الشقة اللي خدها كمال، كان زماننا دلوقتي متبحبحين على السطح. وكرامتنا تسمح برضه تقال عننا ساكنين على السطح. هو كمان ده مش زميلي؟ اهو كرامته سامحت يا ست، موظف السطح بتاعه مسميت راس كمان. مالك؟ افتكرت ماما بعد الشقة الطويلة العريضة تتحبس في حتة أوضة زي الحق. واستمر الجد يقول: وكما ركبت القطار ركبت السفينة التي تدور بالبخار. ايوه جدع. ازيك يا بابا؟ اهلا اهلا. ازيك يا غادر؟
اهلا مساء الخير يا حماد. مساء النور يا ابني. امسك يا معتز. امسك شايف يا حماد. امسك يا حماد. حاز حاز حاز. اديك رومي يا ولد. اديك رومي. اخو الجبنه الرومي. مساء الخير يا حماد. اهلا مساء النور يا حبيبي. اهلا ست الكل. شوفي بقى يا حماتي. ايوه. انا جايب لك حاجه متواضعه مش قد المقام. يا خبر. وليه تتعب نفسك كده بس يا ابني؟ حاجة تسليك يا حماتي، ساعات أدرية بتبقى مشغولة في البيت مع الأولاد، حاجة زي كده. كتر خير. سامعة يا حماتي؟ ده الديك الرومي. الديك الرومي بيهتم بحياتك وبيقول لك اتفضلي كلينا. وبكرة هيقدم نفسه على السفرة احتفالا بتشريفك. طب افهم، ما جبتوش مذبوح ليه؟ هحطه فين دلوقتي؟ في الحمام. يا سلام يتوسخ. الديك الرومي ولا الحمام؟ الحمام، هروح أحطه في البلكونة. تعالى هنا بلكونة إيه؟ انت هتحطيه في البلكونه الناس تشوفنا تقوم تحسدنا تنق علينا؟ على ايه حسره؟ حسره علينا. علينا يا اخويا. يلا يا عيال على البلكونه. ربنا يخليك ليا يا حماد. يلا ويخلي لك ولادك يا ابني. الارض. نحس. بقول لك ايه يا علي؟ سلفني 2 جنيه علشان انا شطبت. لا يا سيدي. قوم روح. ليلتك باين عليها زحمه، ما تنحسنيش وياك. حلمي سوري. متأسف، انت اول ما بتكسب ما بتعرفش ابوك. اصل انتوا غاجر، واللي يلعب معاكوا التاني يبقى زيكوا. الليله هتدخل على مراتك ايدك فاضيه، لا بطيخه ولا كيلو جوافه حتى. سلام عليكم. بطيخه يقرع. بقول لك ايه يا حسونه، ما تيجي نلعب في حته تانية بس على نضيف، منصور بيلعب فيها. انا معايا فول دام بلاس. تليفوني شايم بيه. ده ايه الحظ البومب ده؟ انت يظهر ناوي تنظف جيوبنا. يعني عن اذنكم اتفضل. قالوا كده نافش ريشه. يطلع مين يديك الرومي ده؟ ما عنديش فكره. في ناس يحبوا يداروا شخصياتهم عشان ما يتعرفوش. بس لعلمك بقى ده شخصيه هتعجبك قوي. باين عليه مهم. عشان رئيس مجلس إدارة؟ على عيني وراسي، لكن أنا ما بشتغلش عنده. عايز يقابلني أنا اللي حدد الميعاد والمكان، مش هو. لازم يعرف هو بيكلم مين. الله، هو سعادتك معكش عربية ولا إيه؟ سعادتي معايا رجليا، وأحيانا تاكسي لما الأتوبيس يكون شاطر. هو سعادتك ناسي انك لميت كل الفلوس اللي في جيوبنا؟ ازاي تخاطر وتركب تاكسي بالليل؟ اتفضل. هتعبك، المشوار بعيد، ده انا ساكن في الانفوشي. اجدع ناس بتوع الانفوشي. والله يعني الحقيقه. اكون سعيد جدا لو فت عليا اي وقت في البيت. نشرب فنجان قهوه وندردس سوا. أصل بصراحة 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 أنت دخلت قلبي. بصراحة وأنت كمان دخلت قلبي. يبقى دخلنا قلب بعض. بقول لك إيه؟ أيوة فندم. تفوت عليا بكرة؟ شاهين شحاتة؟ اسأليني أنا عنه. كل يوم والتاني ألاقي اسمه في أوراق الجمرك، يا بيستورد يا بيصدر. طب وإحنا مالنا؟ مالنا ازاي؟ هستشير اشغل الفلوس في ايه؟ ده يا بنت لو كتب لي روشتة هنطلع فوق. انا حاسس ان احنا هنبقى اصحاب. يا سلام، وراجل مهم زي ده هيصاحبك انت ليه؟ يا ست اللي بيقعدوا حوالين ترابيزة القمار بتنعدم بينهم الفوارق، الكارت بيدوب الطبقات في بعض. قصدك بيدوب الناس الخايبين في بعض، يا اخويا بلا وكسه. الشيخ هنلبخ بقى. اطلع انت منها وهي تعمر. البيضاء والناس خايبين في بعض. اطفي النور، النهارده الخميس ليله مفترجه. شاهين بيه موجود؟ نقول له مين سيادتك؟ حسونه. حسونه سيد والي. اتفضل. خليه يتفضل. اهلا وسهلا. اهلا استاذ حسونه. اهلا وسهلا. اهلا سعد. خطوه عزيزه. شكرا. اهلا وسهلا. تشرب ايه؟
قهوة مظبوط. قهوة؟ قهوة ايه يا راجل؟ الساعة بقت 2 الظهر دلوقتي، احنا ناخد الابيريتيف سوا. اللي ايه يا فندم؟ الابيريتيف. تحب تشرب ايه؟ ويسكي؟ ويسكي؟ ويسكي. اوفا حضر لنا 2 ويسكي. حاضر يا فندم. اوفا؟ اوفا. اهلا يا اوفا. اوفا ده البودي جارد بتاعي. اه. يبان طيب. عينيه بريئة. بريئة فعلا. انما لو خبط واحد كف ايوه يضيعه. في الحقيقة حضرتك عرفت تنقي يعني، باين عليه ابن حلال مصفي. أستاذ حسونة، وإحنا على ترابيزة اللعب، لمحت من أول 5 دقايق إنك راجل ألماعي ولعيب ممتاز. أنت عارف إن أنا عندي شركة استيراد وتصدير. أنا عينتك مستشار الشركة لشؤون الجمارك. والله في الحقيقة يا شاهين بيه يعني أنت فاجئتني. يعني مش سهل عليا إن أنا أسيب وظيفتي في الجمارك وأتفرغ لك. مسألة عايزة تفكير. مين قال تسيب وظيفتك؟ وتسيبها إزاي؟ بالعكس، ده موقعك الاستراتيجي في الجمارك هو اللي هيسهل مأموريتك ومأموريتي. اه يعني حضرتك عايز تقول ان في علاقة بين وظيفتي في الجمارك ووظيفتي هنا. سيادة المستشار، مين هيرفع عني الظلم لما تكون انت مش موجود في الجمارك؟ استاذ حسونة، انت راجل ألماعي صحيح، لكن خليك لماح زي شاهين بيه. حضرتك لماح وانا صريح. انا ما انفعكش. استاذ حسونة، استاذ حسونة، انت فهمتني غلط. حسونة. نعم. انت متجوز؟ نعم. ليه خير؟ ايوه متجوز. ايوه أنا كمان متجوز والله. وأنا أقول شفتك فين قبل كده. بونجور. هلو مايسا. أو بيرنو، افتكرتك لوحدك. اسمحي لي أعرفك بواحد من أعز أصدقائي، الأستاذ حسونة. أنشانتي. نعم. لا بتقول لك أنشانتي. بحسب يعني. بشرفي. بشرفي، أنا حاسس إننا هنبقى عيلة واحدة. ضروري. امتى ان شاء الله هتجيب المدام وتيجي تزورونا؟ فرصه قريبه ان شاء الله. وبالمناسبه حسونه، يعني انسى المشروع اللي اتكلمنا عنه خلاص، احنا صداقتنا اهم من اي مشروع. تمام. اصل بصراحه يا استاذ حسونه، ايوه ما اخبيش عليك، ايوه انت دخلت قلبي. والله وسيادتك كمان دخلت قلبي. هيا. طيب يا فندم انشانتي. مع السلامه يا استاذ حسونه. انشانتي يا فندم. انشانتي مسيو. اتصدمت في الواد ده. ليه؟ طلع شريف يا ولد. كل الزيتون الاول وبعدين حلي بالبقلاوه وبعدين بطنك هتوجع. ليه؟ عشان هاكل البسبوسه الاول وحلي بالبقلاوه. طالع لابوك؟ اصله طفز يا ادريه. العيال هتجنني خلاص. معلش. وانا كلمتوا كلكم بخير. سلميلي على الحبايب كله. هو انتوا عشيتكوا تتنسي. مع السلامة يا حبيبتي. صباح الخير يا حماتي. يا صباح النور. القهوة. سلم ايديك. حماتي العزيزة، أنا رأيت المشروع اللي هو. يا ترى إيه؟ في محل على ناصية كده في الدقي، بس محتاج خلو 5000 جنيه. وهتعمل بيه إيه؟ مشروع الفراخ المشوية ماشي حلاوة اليومين دول يا حماتي. آه. يعني هتبقى بياع فراخ. وبعدين معاكي يا حماتي، وبعدين معاكي، حبيت افتح محل كوافير، قلت لي المسرح هيبقى مزين. خايف اقول لك افتح محل زهور، تقولي لي المسرح هيسرح بالورد على النواصي. وبعدين معاكي يا حماتي. وانا مالي يا اخويا؟ عقلك في راسك تعرف خلاصك؟ مالك وانا عارف، ما فلوسك، مش فلوسك يا حماتي. انا خلاص، انا عارف اني ما بقتش محل الثقة. ارجوك يا حماتي، ارجوك، انا عارف كل حاجة. صوتك عالي كده ليه؟ اسف يا ستي اني علقت صوتي على حماتي وخرجت عن نطاق الادب. ما تفتحش كده يا اخي. اتفضلي انا نازل. رايح فين؟ رايح في 60 داهية. ايه يا ماما؟ ايه اللي حصل؟ جوزك بيعلي صوته عليا. لا ما تقوليش كده، اكيد ما يقصدش. ما هم قالوها في الامثال، اللي يخرج من داره يتقل مقداره. حسونة. لا لا لا، كمان معلقة. لا كمان معلقة. معروف.
دي ميس عاملاه بايدها يا اخي. كمان معلقه. انا شبعت بس الاكل جنان جنان. بالهنا والشفا، ده انتوا شرفتونا. انا حابه اخلي حضرتك تعلميني الطريقه. اوكي. حكمت لا بلاش، ابعدي عن ميسة في المسبك، لجوزك يبقى فضيحه زي الكرش. بلاش تشنيع بقى. طب انا هاخد حسونه وندخل المكتب، هناخد قهوتنا جوه. ها هغيب عنكم 10 دقايق. ما تغيبش عليا. واحد. يلا يا حسون. يلا فندم. روحي. جوزي دمه خفيف مش كده؟ فيش كلام. جريت وراه 5 سنين لغايه ما جبت رجله واتجوزني. حول الله. وانتي اتجوزت عن حب؟ اه. يا بخته عارف ينقي. بصراحه يا حسونه انت كبرت في عيني لما رفضت المرتب الكبير اللي انا عرضته عليك لمجرد انك توهمت اني عايزك تخدمني في الجمارك. اصل انا اموت في الشرف والنزاهه. هو فندم قطعا يعني حضرتك ما تقصدش. اصل حسونة يا اخويا الراجل النظيف الايام دي بقى عمله صعبه. بالمناسبه انت كنت عايز تستشيرني في موضوع خير. هو موضوع زي ما تقول سيادتك كده، ان مراتي عندها فضله خيرك حوالي 10,000 جنيه. فكنت جاي استشير سيادتك بصفتك راجل دارس السوق وصاحب مشاريع، اشغلهم في ايه؟ سؤال صعب. 10,000 دول نكله. نكله؟ لو قلت 100,000 120,000 كنت قدرت اخدمك، كنت حطيتك في مشروع من مشروعاتي، كنت قدرت اوجهك في حسونة انت ابن حلال. الو الو فخري، انا شاهين. بقول لك يا فخري، الشقه اللي على البحر بتاعت عماره رشدي اتاجرت؟ هايل، ما تاجرهاش كده بالامر، ما تاجرهاش. عندي واحد من اعز اصدقائي هياخدها. 8,000؟ لا 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 يا راجل، اقل شويه يعني، خليهم 7,500 يا سيدي. معلش عشان خاطري. ميرسي يا فخري، نخدمك في الافراح. باي باي فخري، اعتبرها محجوزه. حسونه 7,500، الف مبروك. يا شيمبي انا راجل ساكن في الانفوشي بايجار قديم، 5 جنيه في الشهر، عايز تسكنني في 7,500؟ حسونه نعم. شقه من افخم ما يمكن في عماره على البحر مباشره، وانا بنفسي حفرشها لك احسن فرش على ذوقي. شوف النقطة اللي ما عليهاش خلاف بينا انك لعيب بوكر ممتاز. شكر. اظن يعني مش هتقدر تقول لي كمان ان البوكر عمل مش شريف. ها يعني حسونة انا ليا مجموعة اصدقاء من كبار الشخصيات، يعني تعرف حبوش يلعبوا في اماكن عامة، يحبوا يكونوا في امان 100%. هنلعب في رشدي. الله 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 الله، الدولة بتوافق على اللعب في الاوتيلات الكبيرة. حسونة فتح مخك، فلسف امورك، هتكسب من 100 ل 200 جنيه في الليلة. الجنايوت يا حبيبي. بس اسمع، انا مش بلف اللفة دي كلها علشان سواد عيونك، انا بحبك انما بحب نفسي كمان. احنا شركة 50-50. ابسط يا عم، هتكسب 3-4,000 جنيه في الشهر من غير ما تشتغل في السينما. تسكن في رشدي باشا ولا متمسك بالانفوشي؟ متمسك بالانفوشي كده. خلاص انسى المشروع ده خالص، ما تزعجش نفسك، انا هشوف له حد تاني. اصل حسونة صداقتنا اهم من اي مشروع، والحقيقه مش عايز اخبي عليك، انت دخلت قلبي. ودي ودي يا بيتي. حلو قوي، خليهم يبوسوا بعض. يلا بوسوا بعض وطير. يلا باي باي. بقول لك ايه، تيجي نعمل زي الحمام ونبوس بعض ونطير؟
وحشه قوي يا كمان. شقوت ايه بس؟ اسمعي اسمعي بس. ما هو لازم امسك حالا دلوقتي. عيب يا كمان، بعدين الناس تشوفك. ناس ايه؟ انت شايفه ناس؟ عيب. ما قلتليش يا حكمت، ده رأيك النهائي؟ أنا مستحسن أضيع الفرصة دي. يوه وحياتك يا حسونة تسيبني، ما نايمتنيش ولا دقيقة الليلة دي. أنا مخي هيطق. يعني العالم اللي بيكسبه في اللعب ولا حتى اللي بيخسره؟ فكرك الجنيوتة اللي هيدفعوها هتأثر عليهم في حاجة؟ مش عارف، في حاجة في قلبي من جوه بتقولي إن ده عيب. خلاص، أنا بس مستحسن إن فوت الفرصة دي. ولو فات حقنا من جيوب المغفلين، فلوس ما بتعبوش فيها يا حكمت. تقدر تعلن الحكايه دي لزمايلك في المكتب؟ ولا لاختي ادريه وجوزها مصلح اللي لسانه زي الفرقله؟ بلاش لماما؟ خلاص نعتبر الموضوع منتهي. حسونه ما تنكتش على نفسك، اعمل اللي تعمله. يا حبيبتي انا عمري كحيت من غير ما اخد رايك. الفلوس عندك في الدولاب. طب هاتيها، واذا الشقه عجبتك نخلص مع شاهين. يلا بقى دور. اه خبطوها برضه. صباح الخير يا حكمة. صباح الخير يا نادية، ازيك؟ ما تيجوا معانا، ما السنارة جاهزة. ايه؟ حسونة فين؟ حسونة نازل حالا، ورانا مشوار مهم قوي. على العموم لما ترجعوا إذا لقيتوا دخان كتير قوي على السطح طب تعالوا، هتلاقوا سمك مشوي متجنن. اه وإذا ما لقيتوش بقى نعمل لكم شوية حمام محشي وخلاص. طب والنبي تنقيهم مدملكين، ها؟ جوزين ليا وفرده الحسونه. شوف التفاصيل. يلا ثانيه واحده ثانيه واحده. ايوه اتفضل اتفضلي. يلا بقى باي باي. سلام. باي. نصويه صحيح. شغله يا حاج. يلا عاوزين نلحق السمك قبل ما يخلص. يلا بقى يا ستي. أنا اشتري من الجمعية. يا سلام. إيه حكاية؟ مستنينا. أهلا. إزيك يا زينب؟ أهلا يا دكتور، إزيك أنت؟ أنت موجودة؟ اتفضل مستنيينك من بدري. طبعا. أهلا وسهلا. مساء الخير. أهلا دكتور حبلاوي. أهلا دكتور. أهلا. حاج بيشوفك ليه؟ والله كان عندي حالة ولادة متعسرة، لكن الحمد لله جت سليمة. الحمد لله. منورني. ميرسي خالص. اسمح لي اعرفك بيحيى بيه. اهلا يا فندم. اهلا وسهلا مدام يحيى بيه. تشرفنا يعني. اهلا وسهلا. بالمناسبه يحيى بيه ده محاسب كبير قوي، انما ايه سره باتع. نص شركات البلد في جيبه، قصدك مكتبه. والله يا يحيى بيه ده انا موكول مع الضرايب. انا تحت امرك يا فندم. واحلام مع الضرايب؟ ده الضرايب هي اللي احلانا معاها يا راجل. شوف هطلعك زي الشعره من العجين، بس ترمي بياضك. مش بقول لك منشار. يحيى بيه انا بحذرك من الدكتور الحملاوي، ساعه الاتعاب فص ملح ودم. ده يمكن ترسى انك تسوي له حساباته مع الضرايب، وبعدين هو اللي يقبض منك ويجرك على العياده بتاعته ويولدك كمان. ده امراض نسا. حكمة هانم وشوفي معانا. الله يخليكي، ده انا ضيفك النهارده. قلت كام؟ صندى 10. هات البيت. لا انا قافل بره. فل اس بريك. فل بريك. سلام. بس ناخد التسعيره لو مؤاخذه. لا يبقى ناقص دي كمان. أهلا. أهلا أهلا. اتفضل مطرح ما يسري يمري. حنفي حكالي على كل حاجة يا ست مسامير. التلبس في قضايا المخدرات صعب أول إفراج فيه. يا خرابي وقحت قلبي، يعني الراجل هيفضل مرمي في السجن؟ اطمني، ضروري الاستاذ المصالح هيدور له على مخرج. ها؟ اللي قدامك ده دماغ. يوه، اي نعم انا دماغ يا ست مسامير، بس مالوش لزوم يا حنفي. شوفي حاجه نضيفه للاستاذ عشان يعرف يفكر. هنقوم بالواجب من مجاميعه. تعجبيني،
لا مؤاخذة، أنت متجوز يا مصلحي؟ الحمد لله. قول للست تعمل لك كوبايتين شاي يكونوا معتبرين عشان تعرفوا تسهروا. محتاجها من يدي من عدمها يا ست مسامير. مساء الخير. مساء الخير يا عدريه. الله، ايه مصلحي اللي انت جايبه ده؟ التلاجه هتقع باللي فيها. يا ست رزق جه لحد الباب، همنعه؟ ايه، حد كسب القضيه وادالك بقى. وليا مجنونه عايزه توصل للقاضي، خدتها على قد عقلها. وبعدين معاك يا مصلحي، السكه دي مش كويسه. ما تخافيش عليا يا عدريه، ده انا المصلحي. اسمعك. نعم. انا عايزك تعمل لنا كوبايتين شاي بس تقيل قوي. هعمل لك لوحدك، انا الشاي بيقلقني. ايه يا سيدي بيقلقني؟ ما انا عايزك تقلقي. باين انك فايق ورايق النهارده. انت حبيبتي يا ادريه. كل ده جايبه؟ ايوه. ازيك يا مصر؟ يعني ما شفتكش طول النهار. جرى يا مصلحي، انت تاكل هنا ولا ايه؟ خد مزاجي كده. كيفي كده؟ الدكتور مش قالك تنام خفيف؟ ده الدكتور، هما الدكاترة دول بيفهموا حاجة؟ سيبيني أمول نفسي يا أدرية. طب يا أخويا أدرية. نعم. أنا الدكتور يا أدرية. لا اكتشفت أدرية. اسمعي يا أدرية، هاتي لي كوباية مية. انا محتاج 2000 جنيه احطهم في مكتب الزباين تجيلي بدل ما اروح لهم وابقى راجل محترم. بقولك ايه يا مصلح، سيبك من حكايه المشاريع والكلام الفارغ ده، احنا احسن حاجه نحط الفلوس في بنك. دي مش افكارك يا ادريه، دي افكار الست والدتك. طبعا هي مش فلوسها. لا، حق تبيع وتشتري فيا، لكن انت لازم تفهم ان انا راجل كسيب يا ادريه. هي فاكره نفسها ايه؟ وبعدين معاك بقى يا مصلح، انا ما استحملش اكتر من كده. مش هي دي اللي كنت بتبوس ايدها الصبح وظهر وبالليل؟ ما دي غلطتي أنا، عشان مؤدب ومحترم تقوم تركب وتهز رجليها وتفتح لي الراديو على الآخر يزن لي بأحلى صوت ويصحيني من أحلى نومة. أنت عارف الفواتير الزيادة قد إيه بتاعت التليفون؟ بص فاتورة التليفون، الهانم استهانم واخدة التليفون في حضنها والسماعة على ودنها ونازلة زيارات لمعرفة بالتليفون. الزباين بيسألوني تليفونك مشغول ليه على طول يا مصلحي؟ يا شيخة ده قطع رزق. ودي صوتك بقى يا مصلحي، وضحتني. اعمل ايه لو سمعتك دلوقتي؟ اعمل ايه؟ حرام عليك. انا مستعد اسيبها البيت. صباح الخير يا ست الكل. صباح الخير. ونبي يا ماما ما وصكيش تبقي تقفلي الراديو قبل ما تنامي، لحسن مصلحي بيقلق وانت عارفه بيشتغل الصبح بدري. بس كده؟ حاضر، من عينيا الاتنين يا ادريه. ايه اللي تعمليه ده يا ماما؟ ماما اصل حكمه توحشتني، وكمان يعني فاتوره التليفونات تخف شويه. ماما طبعا مصلحي ما يقصدش ان بس ولا كلمه. يا رب يا حماتي، احنا بقى قلنا نفتح كله على بعض ده مالك، لان كل ما فتحتي ربنا بيفتحها علينا ان شاء الله. الموضة دلوقتي يا حماتي كله مفتح على بعض. ايه يا ماما، ما تقول ايه رايك في الشقه عجبتك؟ دي حاجه تانية خالص غير الانفوش. دي ولا السرايات. ما تيجي افرجك على المنظر بالبلكونه. البلكونه بقى عجيبه حقيقي. تقعدي بقى تفطري، تاخدي الشاي بتاعك، تاخدي
القهوه كمان قاعده ملوكي بقى، يبقى قاعده زي الفل. بسم الله ما شاء الله. شفت بقى البحر يا حماتي؟ واخد بالك؟ لا بلاش ولا اي حاجه، مش محتاجه اي حاجه. لا ده انتوا على كده بقى فرتكتوا القرشين. قرشين ايه يا حماتي؟ انت بتسمي ال 10000 جنيه دول قرشين؟ دول يا دوب ما يكفوش الاقساط. اصل يا ماما حسونه اشتغل في الاعمال الحره، مشارك واحد جامد جدا. ما تيجي يا حماتي افرجك على الاوضه بتاعتك، اوضه جميله جدا جدا، لا تريد لا هيلتون ولا شيرتون. اتفضلي. انا 20 جنيه صدين بس. انا داخله. انت داخله حلو. وانا جاي معاك. دكتور حملاوي داخل. طيب انا فول اس، حد يكسبني. كل ليله كده. معقول. انت بقى كفايه دكتور كده النهارده حقيقي يعني. الوقت خلص، نلعب دور كمان؟ لا خلاص، انا بقى شخصيا تعبت. ايه رايكم؟ خمسه فرفشه؟ يلا ماشي. زينب طوالي مزيكا. هاي حكمة يلا يلا. ايه ترقصي؟ ايه لا لا لا. ليه ما عمركيش رقصتي؟ لا 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 ولا هرقص. بقول لحضرتك ايه، ما تبعد عن حكمة تعملي معروف. ياه حسون ما جرى. ايه حسون؟ طب انا اقول لك حاجه. نعم. نعمل قرعه واللي يطلع في القرعه لازم ترقص. اوكي اوكي. هيا يب زينب. القرعه لازم تطلع حكمه. قرعه قال زينب. يلا يا زينب. Thank you.
لك يا حسون، انت تاخد النهاردة اجازة عارضة، هتسافر مصر مع ميسة فورا. ايوة يا سيدي، اختها منى بعت التيلكس من روم، بتقول انها هتوصل مطار القاهرة النهاردة الساعة 6 مساء، وانت طبعا سبق لك خدمة في مطار القاهرة ولك بالتأكيد اصحاب كتير هناك، وشنط منى اصلها دايما توصل مطار القاهرة بالذات وهي في حالة انتفاخ شديد. انا لا، انا مش جاي معاكم، مرتبط بشوية مواعيد مهمة. معلش البركة فيك انت بقى حسون. ها ويعلم بقى ايه اللي يحصل بين حسونة وبين الست صاحبتك اللي بتقولي عليها دي. ايه الكلام اللي بتقوليه ده يا ماما؟ احنا جيلنا غير جيلكم، وبعدين انا بثق في جوزي زي ما شاهين بيثق في ميسة بالظبط. وحياتك يا ماما بلاش الافكار الرجعية دي. بعد الفستان اللي كنت لابساه امبارح يبقى مالكيش دعوة بالرجعية دي خالص. خارج شوية يعني؟ اصل شاهين بيه كان جاب فستانين من باريس، واحد ليا وواحد لميسة، فقلت البس واحد قدامه. من باب التحية. وبتشربي خمرة برضو من باب التحية يا حكمة؟ انت بتبصي على الضيوف يا ماما؟ لا يا ماما، ده مش جوك. ايوه يا بنتي مش جوي، يا ريت كانت رجلي انكسرت ولا جتش اسكندرية. يا ماما انت هتعملي من الحبة قبة؟ احنا داخلين على القرن 21، التفكير والمبادئ بتاعتكم دي خلاص اتغيرت اتناسفت. انا تعبانة تعبانة ودماغي تقيلة وعايزة انام، هخش انام شوية عشان افوقلك ونتكلم زي ما انت عايزة، يا تقنعيني يا اقنعك. بس لازم تعرفي حاجة، انا ما بعملش حاجة ابدا من ورا جوزي. وهو يعني بيعمل حاجة من وراكي؟ ايه اللي حصل منك امبارح في البلكونة؟ كان بيتهيألي ان اسكندرية كلها بتتفرج علينا. انا اسف، اصل كنت مثيرة ولقيت نفسي وانا ببص في عينيكي كأني وسط زلزال. ارجوك اوعى الزلزال يتكرر تاني. ايدك عهد بينا كانه مش هتكرر. مش عيب يا زينب ترقصي في وسط ناس شاربين خمره؟ غصب عني يا ستي، كنت عايزاهم ينقطوني. اصل مقصوف الرقبه خطيبي شرط ما يكتب الكتاب الا لما اجيب البوتاجاز والثلاجه والتلفزيون الملون. طب مش احسن بدل قله القيمه دي انك تحوشي من ماهيتك؟ ال 40 ملطوش اللي باخدهم هيجيبوا ايه؟ والنبي انت على نياتك يا ستي. 40 جنيه؟ على كده حسونه بقى بياخد القرشين من الجمرك ويديهم لك. وهو سيدي حسونه محتاج لقرشين الجمرك؟ ده كل ليله اراضي فيها ما يقلش عن 200 جنيه ان ما كانش 300. جبتي الكلام ده منين؟ احنا يا بنتي لا عندنا عزبه ولا عندنا عماره، لكن عندنا الجنيوتا. الايه؟ الفردة يا ستي. ودي تبقى ايه يا زينب؟ الفردة اللي بيدفعوها البهوات لما يجوا يلعبوا كوتشينة كل ليلة. هما بيلعبوا بفلوس يا زينب؟ انت فاكرة بيلعبوا البصرة ولا الشايب؟ دي ألوفات يا ستي، ألوفات بتتحط على الترابيزة كل ليلة، اللي يخسر يخسر واللي يكسب يكسب، لكن احنا حقنا ماشي زي عداد التاكسي. ولا البهوات دول يجوا يدفحوا ويشربوا ويسكي ويبوظوا الفرش كده مجانا؟ لا يا ستي احنا مش فاتحينها سبيل. مالك يا ستي؟ هاتيلي كوباية مية يا زينة. حاضر يا ستي. استغفر الله العظيم. يا خبر، ده انا رحت في النوم. حصل خير؟ نسيت نفسي وافتكرتك شاهين. الحقيقة كان يسعدنا أكتر إنك تكوني فاكراني حسونة. حسونة؟ ده أنا مرات صاحبك. وفيها إيه لما مرات صاحبي تروح في النوم على كتف واحد صاحبه؟ فيهاش حاجة يعني، ولا أنت شايفة؟
الو، اهلا ميسم. ايه يا حبيبي قلقتيني، ما اتنقلتش من جنب التليفون، ايه الحكايه؟ طياره اتاخرت وفضلنا منتظرين، تصور البواخه ما لقيناش اختي على الطياره، ما جاتش. اوكي حسونا اكلم شاهين. حسونا، اسمع حسونا، من ساعة واحدة وصلني تيليكس من أخت المدام، بتقول إن الطيارة فاتتها وإنها هتوصل في الطيارة اللي بعديها الساعة 5 صباحا. 5 صباحا؟ طب نرجع بقى، تيجوا إزاي بالليل؟ أنت عارف بلاوي الطريق. لا بقول لك إيه، ما تباتوا في مصر. إيه؟ نبات في مصر؟ معلش يا حسونا، علشان خاطري لازم تستنوا أخت المدام. ده برضه اللي بيقولوا عليها اسمها. ايوه يا ماما، بنقبض جنيوتا، حسونا هو اللي صمم على كده. وانت غاوتيه، الحكايه جت على هواكي. وصيتك ليا دايما كانت اني اطاوع جوزي، اخلفه بقى واطيره من ايدي. تطوعيه فيما يرضي الله مش في القمار. يا ماما لتاني مره بقولك، انت لسه عايشه في الماضي، مش عايزه تقتنعي ابدا ان الزمن اتغير. مطالب الحياه بقت فظيعه فظيعه. انت ربتينا بالقروش والملاليم، كل حاجه كانت على قد القد. فساتيني كانت بتخيطها قدريه اختي عشان نوفر تمن الخياطه، دلوقتي جت الفرصه البس واعيش وامن مستقبلي. افهميني بقى يا ماما. ربيتكم بالقروش والملاليم صحيح، لكن في حاجه تانيه نسيها، وبالدموع كمان. ربيت فيكوا اللي ما يتشريش بالفلوس، وكنت حاسه انكوا اغنية 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 قوي. لكن يا ساره، كنت وانا عذراء. عذراء؟ حلمت اني اقضي فيه شهر العسل. شايل لقط العسل لوحده، عشان كده انا حاقد عليه. خف ايدك عن وسط شويه من فضلك، الناس تقول ايه؟ اسف، اصلي نسيت نفسي. تعرف ان شاهين بيرقص احسن منك؟ هو كل حاجه شاهين شاهين؟ مفيش لحظه بتعدي من غير شاهين. طبعا، مش جوزي؟ لحد الزلزال اللي حصل بينا امبارح في البلكونه كان حبي الوحيد. واخبار البركان اللي حصل في الطريق الصحراوي ايه؟ ارجوك ما تفكرنيش بقى، انا مش هعملك تاني ابدا. كاس تاني؟ انت بتحاول تلف لي دماغي، لكن انا صحيالك وانا نايم لك. حسونة. نعم. انت حمار يا فندم. شاهين حكالي على حكايه عرفت منها انك حمار. في 2 موظفين في الجمارك مستعدين يتعاونوا معاه. وانا دخل ايه بالموضوع ده؟ دخلك ان امضاءاتهم مش كفايه، من غير امضتك ما تمشيش. ومش هتمشي. أنا قلبي عليك يا حسونة، طوعني. شوف يا ماسر، أنا يمكن عندي نقط ضعف كتير، لكن مش مرتشي. اسمح لي، أنت غاوي فقر. فقر ليه بس؟ ما هي مسطورة وكل ليلة في إيراد. والنبي أنت على نياتك، بتسمي فلوس الجنيوتا دي إيراد؟ دي سبارس، اللي زيك ابن عمرات. ماسر، حكمة مراتي بنت ناس طيبين، كفاية خليتها تلم سبارس. أتاري شاهين رامي توبتك، أنا تعبت. يلا بينا نطلع ننام. يلا. أدخل.
ايه وعامله كده ليه؟ حسونه التسجيل واقف شغلهولي. تسجيل؟ شغال اهو ما فيهوش حاجه. حسونه انا كدابه، دي كانت حجه عشان اجي اقعد معاك، انا بخاف انام لوحدي، وكمان كنت عايزه اشكرك عشان حافظت عليا. غصب عني انا شامر رغم انفي. تعال اقعد جنبي. لا حسونه تعال. ما بلاش. تعال. تعرف ان حبنا ممكن يفضل شريف؟ لا مش ممكن. ممكن لو ساعدت شاهين في الجمارك وبقى عندك 100,000 جنيه، تفرقع مراتك وفرقع جوزي ونعيش في اللوكندات على طول. حسونة انت عارف انا بحبك قد ايه، مستعدة اضحي عشانك باعز ما املك. ميسة اخذ الشيطان يا ميسة، اخذ الشيطان يا اختي. كلاب، كنتوا فاكريني نايم على وداني؟ تعالى. الواطي واطي، تعالى هنا يا واطي. مك وجيتوا بالديزل ولا بالاتوبيس؟ هو متعلق بيا لكن حواريه نجوم في عرس الظهر عشان يسيبني. يا خساره، خساره الايام اللي قضيتها من غيرك. اكتشفت دلوقتي انك حاجة ظريفة خالص، كمان سجلته ليلة الدخلة. عايزة تخلصي مني كده بالسهولة دي؟ ده انت هتتمني الموت وتحلمي بيه، لكن مش حطوا لي يا حبيبي قدامي يا هاني ولا قصدك. حسونة حسونة هوش عني. هاني قدامك 10 دقايق، ما عندناش وقت. خد امسح عرقك كتخيبه. لو فيها رزالة يعني البس هدومي؟ يعني لازم تموت بالملابس الرسمية؟ الله، هو حضراتكم ناويين تفلسعوني يعني خلاص؟ التعليمات اللي عندي شن. ايش شن؟ على خيرة الله. يعني هعلقك في الحمام عشان المسألة تبان انها انتحار. يا سلام يا سلام. لكن لو حبيت تنط من البلكونة انا ما عنديش مانع، كل اللي برجوه منك انك ما تجبرنيش ألجأ للعنف. احنا برضو كلنا عيش وملح مع بعض. طيب حلفتك بالعيش والملح تعتاني. ابو سيدك ابو سيدك اوف. احلف لك بايه؟ ان حاولت اقنعه انه يسلمك للبوليس وبلاش حكايه الاعدام دي، رفض. اه على خيره الله. برافو هايله، ده انت ممثله كبيره قوي. تلمستك يا بيه. خلاص يا شاهين، ضمنت الجمارك. حسونا من النهارده بقى خاتم في صباعك. مبروك. بنفسك. طب وانا هفضل كده على طول؟ مراتك بالكت؟ زوجة مزيفة؟ جرى ايه يا ميسة؟ ما انت ليكي كل مظاهر الزوجة الحقيقية، عايشة معايا في بيت واحد ومراتي قدام كل الناس. لكن مش قدام ضميري. حلوة، مش قدام ضميري. بلاش تنتحر، عارف ايه النتيجة؟
هيديك رصاصتين ويسمع المحكمة التسجيل ويطلع براء، ومراتك تعرفك على حقيقتك وعيلتك تستعر منك ومحدش هيرضى يمشي بجنازتك. يا راجل خليك جدع كده، حد طايل يستريح من الدنيا. طيب طيب اوفا، يعني كل امتى في نظرك ان المغفلين بيدفعوا في حرم شاهين بيه اغلى سعر مصيادة؟ يعني كمين ممثلة ميسا؟ اللي بيني وبينك شغل شغل وبس، بيزنس. انت تشتغلي انا ادفع، واللي بتاخديه مش شوية. عمارتك ما شاء الله، اللهم لا حسد، اهي طلع لفوق زي الصاروخ، والدور السابع قرب يكمل. ما تقريش على نفسك حبيبي. معاك دفتر الشيكات بتاعك؟ معايا. بقول لك ايه؟ ايه؟ نحاول نجس نبض شاهين بيه، تكتب له شيك ب50,000 جنيه، زي ما تقول كده غرامه عقوبه بدل عرض. واجيبه منين انا؟ يا اخي اتصرف، 10 شيكات كل واحد ب5,000. ماشي ماشي، بس انا ماليش رصيد. يا اخي قلت لك اتصرف، بس قول يا رب يقبل. خش. خلاص يا شاهين بيه، مضى شيكات ب50,000 جنيه رد اعتبار. اتفضل، عشان خاطر انا اعفى عنه. العلاقات بيننا يا نادل هتستمر زي ما هي، شغلنا في الجمرك زي ما هو، سهرتنا في البيت بالليل زي ما هي، علاقتك بمراتي زي ما علاقة مراتك بمراتي زي ما هي. مش عايز اي غبار او اشاعة تمس اسمي، مش شاهين اللي اتقال عليه مراته لعبت بيه. مهزلة مهزلة اني اعيش وياكي تحت سقف بيت واحد. معلش مضطر علشان الخبر ما يتسربش لأعدائي، لكن خليكوا فاهمين كويس، أي تمرد التسجيل موجود، هحطمها وحطمك. طيب ألبس ألبس هدومي. متشكر يا وقف، متشكر أخويا، متشكرين متشكرين. ازيك يا حسين؟ اهلا يا جمال، جايين؟ جايين اهو. ها؟ يا ساتر، مشكلة مشكلة الفيسبا، أنا عارف إيه حكاية الفيسبا دي؟ خد حتة. مش الواحد يشتري حتة مرسيدس ولا حاجة بدل البتاعة دي؟ شاهين بيه بيسلم على سعادتك وبيقول لسعادتك ان الشيكات 3 منهم استحقوا. قول لسعادته ان انا مش هدفع، هجيب له منين؟ يبقى يقدم الشيكات للنيابه. يقدم الشيكات كتير، ولو اتحبست في كل شيك هتبقى عامل زي الراجل بتاع خليه والرجل اللي اتحبس 1500 سنة. الشيكات بالتهديد، شكايات بالتهديد. التسجيل هيتقدم للنيابة. يا اخي ان ما كنتش خايف على نفسك، خاف على مراتك. ما تزعقش ما تزعقش، بس اسمح لي اقول لك انك انت غلطان. في 2 من زمايلك في الجمارك مستعدين يتعاونوا، بس على شرط تكون انت التالت. وفي يا اخي، خلي ربنا يفكها عليك وعلى غيرك. طيب شاهين يقبل ان انا اكون التالت بعد اللي حصل مع مراته؟ اسالني انا عن شاهين، ده راجل صاحب مبادئ، البيزنس عنده حاجه والحريم حاجه تانيه، ما يسمحش ابدا للعواطف انها تاثر على شغله. Thank you.
طيب طيب يا وفاء، ناخد كاس بقى في صحة الاتفاق. لا ماليش فيها بيه، اصلها حرام. حرام حرام. طيب ادينا انا نصيبه علشان انا رايح النار وبئس القرار عشان حرام. تشيرز. تشيرز. شاهين بيه، اوعى تفتكر ان احنا هنجاملك، انا بنور عليك اهو، احنا غايته هنحميك من الظلم اللي واقع عليك. على فكرة انا عمري ما دخل في جيبي قرش حرام. يا راجل، هو لولا انا عارف ان سمعتكم زي الالماز انا كنت هوبت ناحيتكم. احنا بس لينا خدمة بسيطة، مشروع الاراضي اللي لساتك كنت اعلنت عنه في الجرايد ما تنسناش يعني. النواصي محجوزة لكم وانا هدفع للمقاول وبعدين ابقوا ادفعوا على مهلكم. بس اوعى تفتكر ان احنا قصدنا حاجه كده ولا كده، لا سمح الله، لحسن والله ازعل. وبعدين وبعدين يا راجل عيب، ده اسمه كلام برضو. انا عارف. ده اسمه كلام صحيح. انا بقى راجل وسخ، انا ورايا شيكات بدون رصيد لازم اسددها، لا يمنع الفكه في صحه التقسيم والنواصي. صحه النواصي. ماشي عندك يا ريس؟ فرق سعر كبير قوي يا خليفه، ممكن التقدير يتفقس. امضي يا راجل امضي، مشي حالك امضي امضي وخليها على الله، بكره تفرغ. ايه؟ ما يلا بقى اهو كده اهو كده الرجاله والا فلا. مبسوط يا عم؟ ايه سلامتك يا ابو الحسن، القيده من امتى؟ من ساعه ما رجعت البيت الظهر. لا يا راجل دول شويه برد، هديك القرصين دول هيخلوك عالي العال وتقوم تلعب معانا كمان. شد حيلك. سلامتك. مالك؟ كلت حاجة بيتة؟ كلت العملية الوسخة بتاعتك ساعتها، معدتي مقلوبة وقرفة من روحي. ولا يهمك، ورقتين من دول 3 مرات في اليوم، قبل الفطار قبل الغداء قبل عشا، معدتك تبقى زي الحديد. خد حصتك 1000 جنيه، ماهيتك في سنتين. شفت؟ علاج معدتك في جيبي. مش عايز حكمة تعرف. خايف منها؟ امال لو سمعت التسجيل. لولا اننا في مركب واحدة انا كنت. اعصابك عظيمة اوي يا اخي، هايل. انا ما كنتش متصور انك انت ممكن تبص في وشي بعد اللي حصل. الضرورة لها احكام، لازم نظهر قدام الناس كاننا اصدقاء، انما بيني وبينك نفسي اعلقك من رموش عينيك. أنا جاي بكل يا جماعة استنى الواحد يشوف الورق بس. تصوروا تصوروا، الجدع البقال بعت لي فاتورة ب 47 جنيه علشان نص كيلو جبنة وشوية بطارخ. اسمه كفيار يا جاهل. الله يرحم الدودة أبو مشو. العيال الصبح راسهم وألف سيف، ما كانش الكفيار ما يفطروش، لازم سندوتش كفيار وهم رايحين المدرسة.
خليفة. أيوة شاهين بيه. يلا يا سيدي بقى الزنجة. في تلغراف يهمك. علشاني؟ هلا. ظهر كده. سمكة 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 سمكة. الحمد لله الحمد لله. في حياتي مالك مرة تاني. هات 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 سمكة. برافو. قولي يا كمان، أحسن وقت للصيد إمتى؟ أحسن وقت للصيد في الفجر والمغربية. إشمعنى يعني؟ إشمعنى؟ لأن السمك ما بيحبش حرارة الشمس. ما بيحبش حرارة الشمس؟ ده عايش في المية. آه، ما هو ده بقى اللي غيظني. تصوري عايش في المية وحران وبياكل اكل وعمره ما يشبع. كمان السناره الحق الفطحوت. حوت ايه؟ شفت بقى انا ضحكت عليك ازاي؟ عشان كده انا بحبك قوي 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 قوي. المره الجايه هصطاد لك سمك كتير خالص. وانا كمان احبك كتير خالص. يلا بينا. يلا بينا. عديلك شهم يا ترى ولا قلبه خفيف؟ طمني. لو ما كنتش مالي ايدي منه ما كنتش خدتك معايا. يا سلام يا مصلح، لو عرفت نسلك كام عربيه دول من الجمرك وشرفك هخليك ترجع بعربيه منهم مرخصه باسمك. فوق يا منصور. طب هات بوش بقي يا شلفط وش حسي حش معايا يا بنت. شيلي انت اخدت العتبه. يلا شيلي معايا يا ساتر. ده توصلوه على البيت على طول، لو سبتوه في الشارع هيركن للدور. يركن يا نهار اسوح، يبقى راكن في الممنوع. يا لهوي. ومن غير نمر ونش المرور يشيل. شيل شيل. اجمد يا ساتر جديد دي. شيل معايا انا يا راجل. ارمي يا شيخ. يا ساتر. فلحي مش معقول. صباحك الاول. صباح الفل. اتفضل. الحمد لله على السلامة. انت جيت امتى؟ ده صاحب حسونة تصدق بيتعب بالشرب. ازيك يا حكمة؟ كويسة الحمد لله. ما شاء الله ما شاء الله. ايه الأبهة دي كلها يا حكمة؟ اصل دول صحاب حسونة كانوا سهرانين معاه بالليل. امال فين يا قدرية؟ ما جبتهاش معاك ليه؟ احسن انها ما جتش معايا يا حكمة، كانت غضبت على شقة عبد الله وعملت لي مشكل. ازاي يا حمادي؟ كويسه. لا 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 لا، خليها مستريحه. وفي زبون تحت مستنيني في العربيه ومستعجل قوي بجد. لا يميني على حسونه يقضي لي حاجاتي وبعدين ارجع اسالك على حماتي. حسونه؟ اصل حسونه نزل من بدري. من بدري؟ وساب لك ضيوفه؟ اصل هو نزل فجاه فجاه. طب الحقه بقى في الشغل. لا 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 لا، خليك خليك، هقابل حسونة وارجع لك على طول. ثلاث دقايق. خليك مستني. اهلا وسهلا. اهلا. ازي احوالك؟ انا اهلا يا العيال. الحمد لله. ايه المفاجأة الحلوة دي؟ انا يا حسونة. اتفضل استريح. حسونة. نعم. انا معايا تحت سعيد الغول. مين؟ سعيد الغول. الغول؟ صاحب معرض السيارات الوجان، اكبر معرض سيارات في مصر. طلباتك يا مصلح. خدمة صغيرة منك يا حسونة، ارجع مصر بعربية جديدة. يا طب يعني هعمل ايه؟ اقول لك يا حسونه. ايه اللي خلاك تفتكر ان انا ممكن اعمل عمليه وسخه زي دي؟ حد قال لك ان انا حرامي؟ شو وطي صوتك يا حسونه، انت بتسمي اللي على حد سرقه يا حسونه. مصلحي ما تفتحش معايا المواضيع دي تاني. ايوه حسونه، بس يعني انت رايح على فين يا حسونه؟ لا ما تسيبنيش وتمشي، تسيبني وتمشي دي اهانه. اسمع مصلحي، الشغل حاجه الغرابه حاجه تانيه. احنا نسايب وحبايب، انا عازمك على غدا في البيت النهارده. بيت؟ ما انا لسه جاي من البيت يا حسونه. انت بتسمي ده بيت؟ لا دي مالكش فيها حق يا حسونه. البيت قال بيت ايه يا ابو بيت؟ بيت ايه يا ابو بيت؟ نهارك سعيد يا ابو بيت. البيت قال بيت.
يا وكستك يا حكمة يا وكستك وكستينا معاكي. خلينا في مشكلتنا يا قدرية، المهية مش مكفية. أنا خلاص قررت أفتح مكتب. مكتب إيه يا مسلي؟ مكتب محامي قدرية. إذا كان حسون عايش متدلع ومترفه من الكلام الفارغ، أنا بقى لما أفتح مكتب هكسب ده. أيوة بس حضرتك ناسي إنك ما كملتش حقوق. هي دي مشكلة يا قدرية، أنا حاطط عيني على واد محامي لسه متخرج جديد، لكن إيه؟ لهلوبة هدفع له المرتب اللي هو عاوزه، هفتح المكتب، هرفع القضايا باسمه، أكتب أنا المذكرات، هو يروح المحكمة، يترافع، يكسب القضايا، أكسب أنا ذهب يا قدرية. يبقى الاسم الطوبة والفعل الأمشير. يا قدرية، قدرية، أنا متعقد يا قدرية. متعقد مين؟ محتاج 2000 جنيه يا قدرية، 2000 جنيه أفتح مكتب في حتة كويسة. أنا يا مصلح روح خد من البنك. شوف يا سيد، قضيتك زي ما حكيتها لي بالظبط، ملعبكة ومنيلة بستين نيلة. ليه؟ من غير ليه. أنا حبعت محامي من عندي أجلها لك، وبعدين أطلع عليها، وبعدين أفهمك كل حاجة. عظيم جدا. شكرا. أهلا يا سيد. أهلا يا بسيوني، تعال لي بسرعة يا بسيوني، وهات لي معاك مذكرة الحديد والصلب. أهلا يا سيد. أهلا أهلا. بسيوني. الأستاذ الكبير هيلقى على اللي بكتبه أنا نظرة. نظرة. يا ابني أنت يظهر شطيت قوي، مش دي الخطط اللي أنا راسمها لك يا بسيوني. هنتكلم بعدين لما أخلص المذكرة. لا بعدين ولا قبلين. بسيوني سيبها لي، انا هكتبها بنفسي. اهلا. اتفضل. ايه دول يا سيد؟ حاجه تحت الحساب عشان نبقى على بالك. احنا بنبيع ترمس، خليهم 20، اذا قبلت القضيه باقسمهم الاتعاب. امرك. اتفضل. شكرا. اتفضل يا بابا. دي طريقه تقدم لي بها الدوسيه قدام الزباين؟ وصلح افندي، انا استحملتك كتير، 100 مره قلت لك ما تندهش عليا وانت عندك زباين، وما تتلمطش عليا قدامهم. لو عملتها تاني بقى هضربك، فاهم؟ الله الله الله. استاذ بسيوني، انت النهارده ما انتش طبيعي ابدا. اللي مش طبيعي يا مصلح افندي ان انت تقعد في الاوضه الكبيره وانا المحامي اقعد في الاوضه الصغيره. ان انت تندهلي والاصول ان انت اللي تجيني، يبقى تلاقيها بقى يا اخي شويه ادب والا هضربك. الله الله الله. كل شيء بثمنه يا بسيوني، كل شيء بثمنه. انت بترجع 50 قايه؟ دول زبايني مش زباينك، دول بيجوا على اسمي مش على اسمك. لو ما تقدمتش معايا هسيبك. بسيوني فتح مخك معايا يا بسيوني. تحترمني مره، احترمك مره، تمشي المركب. بتعمل ايه يا بسيوني؟ انت 10 وانا 10، تمشي المركب على اذنك. انت مفترس يا بسيوني. بقولك ايه؟ ايه؟ تيجي كده نعمل زي التلامذة وناخد بوسة. اختش على دمك، انا مش بتاعت كده والله. والمصحف. كلمة السر عشان تدخله. كلمة السر؟ سعيد الغول. اهلا يا ابو سمير. ازيك يا مسلح؟ ازيك؟ حلو يا مسلح. امر يا حبيبتي. ازيك يا غول؟ اهلا. ازيك يا مسلح؟ يا ترى حاتم الحباب وصل؟ كله في الطريق. المكتب قفل ومكتب القرص فتح. ام سمير. نعم. جبتي لي المستندات؟ لولا عشان خاطر عيونك انا ما اشيلش الهباب ده. انا قلبي كان هيقع في رجليا وانا سايقه الخنزيره الهيدروماتيك. يا حبيبتي سعيد، جهز القعده وسوي النار. عقبال ما تستوي زيي على الجنبين. خش يا راجل. دماغي هتنفجر يا ام سمير. سلامتك يا مصلح. هتنفجر. ليه يا؟ لسه مخلص مذكره من 130 صفحه في نص ساعه. مصلح. نعم. ابو سمير هيفضل محبوس كده. عملت لي ايه مع القاضي؟ لو كنت قربت شويه، لو كنت قربت شويه كنت لحقت القاضي على السلم. وكلمته؟ معقوله يا ام سمير؟ لسه اول مره يزورني في المكتب الراجل. المهم جهزي لي قفص حمام مقفل، وبدل ابل اديك الرومي يبقى متجاوب. طب جاوب يا مصلح.
مساء الخير. اهلا يا قوت. اهلا يا متر. اهلا. اتفضل يا فندم. مساء الخير. اتفضل يا فندم. اهلا. اقدم لك الانسه ان. مين؟ انشراح نجمه سينمائيه صاعده. اهلا يا انشراح. اهلا بيك. ليلتنا نجف. يا نجف بنور. اتفضلوا. اتفضلي. متشكره. هي دي بقى اللي اسمها الجوزه يا حبيبتي. هي دي اللي اسمها الجوزه. وعرفتيها ازاي؟ ده ناقص كمان تعرف البتاع اللي بتحط فوقها اللي بيكحح ده اللي اول حرف من اسمه معسل. الله معسله قوي. جميل. نعم. خف عنها شويه الصراحة مش قد. لا ما هو باين براءه الاطفال في عيني. يا روحي يا روحي يا ابو مسامير. دي نكتة. الست دي هتفضل قاعدة معانا كده على طول؟ لا سمعتي. شايف البيل اللي قدامك ده؟ اللي زي القمر اللي هناك ده. ده الأستاذ سعيد الغول صاحب أجانس الوجاه. طقم حنية بينك وبينه تفقعك عربية فرنساوي سبور أربع شبابيك على الشارع تخش الاستوديو تقلبيه أجرك على طول 2000 جنيه لفوق ويبقى كله لفوق. ولا إيه يا سعيد بيه؟ عينيا بس كده؟ شوف الراجل الحليوه المتختخ المكلبس ده الشاب ده. ده الاستاذ توكل. لكن ايه منتج سكره؟ الاستاذ توكل منتج فيلم طير يا حمام. هو انا يا فندم. الحقيقه كان نفسي اقابلك من زمان. انت تعرفي ان وشك معبر جدا يا مزمزيل. اخر فوتو ماتور. ميرسي. فوتي عليا في المكتب. عنك. الله. ده تخصصي. برافو يا حسونه. سيبك انت يا حسونه، ده انت طلعت بلوه مسيحه ومسحتنا كلنا. مظاهره النزاهه اللي انت قمت بيها كانت في منتهى الاتقان، وعلى فكره مفيش حد هيشك فيك بعد كده ابدا. انا بعتبر ان العمليه الجايه تمت خلاص. ما دام انت اللي هتمضي محدش هيراجع وراك. حته خبطه يا حسونه يا اخويا، لو بلطنا بعديها ولا يهمنا. أنا رجعت عن الطريق ده نهائي. أي شبهة في الشغل أنا هتكلم. لا ده مجنون يعملها. اسمع يا شاطر، المركب بقى في وسط البحر، يعني لو سبتنا هنغرق كلنا. مش هنسيبك تخرب بيوتنا. إلهي يخرب بيتك. أي شبهة في الشغل أنا هتكلم. لا 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 يا رجالة، بلاش العنف ده. ما يصحش كده. مش كده؟ وأنت كمان. ما يصحش كده. اوف انت جننت. بعدين. صور. لا لا حرام حرام. انا هتبعك. امرا. ايه اللي بتعملوه ده؟ ايه اللي بتعملوه؟ انا هطلب بوليس النجده. انا مش عايزه اقتل في بيتي. رجاله انتوا كلكم على واحد. يلا يا حسونه. تعالى. ميسه حبيبي. كتافك عريانه تاخدي برد. انت عارف ممكن يقتلوك يا حبيبي. لازم تسيرهم. يعملوا اللي يعملوه الامر واحد. انا خلصت الشيكات اللي عليا، ملوش عندي حاجه. طب والتسجيل؟ انت ناسي التسجيل؟ انت عارف ممكن يفضحنا، ده مجرم. ما كنتش خايف عليا، خايف على مراتك. مسكينه حكمت، ذنبها ايه؟ يا حسون ماشي؟ حاضر. أنا هشترك في العمليات بتاعتك بس، أي عملية تانية مستحيل. ألو مين؟ الأستاذ توكل؟ ثانية واحدة، تليفون علشانك يا أستاذ توكل. ألو مين؟ أهلا يا حميدو، ازيك؟ عظيم عظيم جدا، مع السلامة. باركولي يا أساتذة. ايه خير؟ حفلة السواري مكملة. يا عين عليك وعلى بختك، يعني مفيش ولا نفر دخل السيمة؟ فلا الله ولا فالك، كملت يعني مفيش ولا كرسي فاضي. لازم شربوهم.
فيلم يطير يا حمام داخل في الاسبوع ال30. على كده بقى السيما بتكسب. يا ما افلام بتصحى. المشروع اللي مضمون 100% هو التاكسيات. انا بقى في دماغي حته مشروع انما مكتم عليه. ولا اقول لكم انتم مش غرب. بنص مليون جنيه تاكسيات حرشها في البلد. ها. ويبقى بقى الليموزين يجي يقابلني. نص مليون جنيه. 300,000 جنيه وحياتك هم اللي معايا. وده اللي مأخرني. طب ما نعمل جمعية. وادخل انا بحتتين الصيغة والقرشين اللي تحت البلاطة. وان شاء الله حد محوش. انت بتقولي فيها؟ نتعاون كلنا مع بعض. وكل واحد بمقدرته. بص يا عم. انا شخصيا داخل في مشروع بيع حتة ارض في الزمالك ب 2 مليون جنيه. يا سلام. اخلص العملية وعكم العربون واجي اديهولك. واخش معاك وشريك في المشروع. وماله؟ وموسم الاجازات الصيفية جاي. والمدرسين نازلين. هوب اعلان صغير في الجرايد من بتوعك يغطي لك الباقي. معلم انا مش عاوز الدايرة توسع. احنا اولى بالارباح. انتوا فاكرين ارباح هتكون 8% ولا 9% زي البنوك؟ انا بقى اذا ما كانتش الارباح 60% ما احطش ايدي في المشروع. حلو الكلام. رايك يا مصلحي؟ ماشي الكلام. استاذ مصلحي بكره زي دلوقتي تكون محضر العقد. وادي شيك اهو. علشان خاطر عينيك بس يا استاذ غول. وعلشان خاطر عينيك يا جميل. يبكي على جمالك. بس عايز تتزغط. يا سلام. انا ما كنتش متصور ان احنا هنجمع ال 200,000 جنيه بالسهوله دي. امال اصل مميزات المشروع ما حصلتش. انا كمان عملت لك عقد ما يخرش الميه. اللي على فكره مش كنت قلت لي ان مراتك عندها كام الف جنيه؟ ايه؟ ناويه تشترك ولا هتضيع الفرصه؟ مراتي مزرجنه، كانت فاكره ان المكتب هيجيب ايراد من اول شهر. قاعده تعيط على ال 2000 جنيه، في ازمه ثقه بيني وبينها. هحل لك الازمه دي. خد ال 300 جنيه دول وقول لها من ايراد المكتب، هتبص تلاقيها زي العجينه في ايدك. لكن انت ذنبك ايه؟ مش كفايه انك ضمنتني في خلو المكتب؟ يا راجل ما تقولش الكلام ده. ده انت الراجل بتاعي والمستشار القانوني بتاع الشركه. اللي على فكره هنسمي الشركة ايه؟ السهم الذهبي كويس؟ يا سلام يا سلام. ابوس افكارك يا استاذ سعيد. تعال. يا نهار ابيض. 300 بحالهم؟ ربنا يطمنك. كلام في سرك يا مصطلح. انت من ساعة ما استقلت وسبت الوظيفة وانا حاطة ايدي على قلبي. وظيفة ايه يا قدرية؟ ده انا اشرافي القانوني على شركة السهم الذهبي. بيدخل لي 100 جنيه في الشهر. الحمد لله. قدرية؟ نعم. أنا متعقد يا أدرية. ليه يا مصلح؟ يا سلام يا أدرية لو معايا شوية فلوس كنت دخلت شريك مؤسس في مشروع التاكسيات يا أدرية. بس يا خسارة يا خسارة. اخسى عليك. بقى تقول فلوس؟ ليه يا مصلح؟ هي فلوسي مش فلوسك برضو؟ لو النبي أنا مخصماه. أدي دفتر الشيكات. خده، خد اللي أنت عايز. أنا مش عارف أقول لك إيه يا أدرية. أدرية. نعم. كيمو! أمضي يا أبو كمال. امضي على ايه؟ البضاعة دي لسه شفتها. حسونة شافها مرة. ايه مخونه؟ لا دام حسونة شافها مرة يبقى نمضى. حسونة الواحد يستأمنه على روحه. مشكلة برضه. عظمة. أما أنتوا عصابة صحيح. إزاي قدرتوا تمضوا كمان؟ ما اطمن لما شاف إمضتك على الاستمارة. إمضيت أنا؟ لو أنا ما قلتلكش؟ ما أنا قلدت إمضتك. يا نهار أبوكم أسود وإذا انكشفت. ساعتها تتبرى من إمضتك وتطعن فيها بالتزوير. ويروح فيها كمان. ده يخلص من ربنا. ينضر وهو غريق. ومين قال لك بس انه هينضر؟ ثم اشمعنى الاستماره دي بالذات اللي هتنكشف؟ حسونه. هي دي اول مره نعملها يا حسونه؟ يا راجل. يا راجل. كبر مخك. نصيبك. بتعملوا حاجات اصلكم يا راجل الواحد ما يبقاش. حلوة تعيش يا ابو سبيل. انت الغول وصل. الغول وصل. افتح له ثانية واحدة. كلمة السر. انت احتجب. حضرتك الاستاذ مصلح؟ ايوه فاضل اي خدمة؟ عندنا امر من النيابة بالتفتيش. ازاي؟ 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 قانوني. ازاي يا استاذ؟ ايوه سيد. تعمل ايه؟ ده حشيش ملناش دعوه بيه. بس انا كنت بشم الهوا ولا ممنوع كمان اشم هوا؟ عملتيها؟ يا فندم ده ايه بس؟ ولا كلمه. مفيش اي واحد يتحرك مطرحه.
الله 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 الله. ايه مالك في ايه؟ القبض على محام مزيف يدخن الحشيش، كان ذلك في مكتبه. القبض عليه مع منتج سينمائي وممثلة ناشئة وسمسار عقارات. طب ومالك بتشهق كده ليه؟ فيهم حد تعرفه؟ معقول يا حماتي؟ أنا هعرف برضو الأشكال دي. وإيه آخرة المشي البطال غير البهدلة وقلة القيمة؟ طيب عن إذنك حماتي عشان عندي شغل كتير النهاردة. أم سمير ربنا يخليك سمير. راجل بلا سك بقى. أيوة كده المرة دي جت سليمة بس ما تعملهاش تاني. أدي الأستاذ كيلاني هو اللي طلعك. ربنا يخليك يا أستاذ كيلاني. مش كل مرة تسلم الجرة يا أم صالحي. متشكر يا بسيوني. بسيوني ابقى تعالى للمكتب يا بسيوني. اخرس. أنا وقفت معاك مروءة واشتغلت معاك في الأول اللي كنت فاكرك نضيف. لكن طلعت مفيش داعي بقى. مصلحي ايه يا ام سمير؟ وديني للغول يا مصلحي لا يكون مات يستندل ويعملها ويتوفى. لا خليك انت هنا، حسونا قاعدين مستنيين تحت في العربيه، اروح له وارجع لك. لا بقى انا ما باكلش بالكلام ده، انت موالس معاه، فلوسي ده اروح فيك في داهيه. فاهم؟ أيوة. وانا هتعب قلبي ليه؟ حصلونا على المحل بتاعي يا رجاله، يلا انشرا. أنا اتهزقت وأنا اتسرقت وأنا ضاعت. يلا بينا على المول. من فضلك سعيد الغول قافل ليه؟ سعيد الغول؟ سعيد الغول صفى المحل وقبض خليوي الرجل وسافر. سافر حبيبي؟ سافر راح فين؟ يمكن السعودية، الكويت، الله أعلم. عملها فينا، حطينا في المصيدة وهرب. تعبنا راح هضر يا سكوبولوس. خد إرادتي يا حمام وطار. إيه؟ أنتجت الفيلم لحسابه. الله يخرب بيتك. انت سبب يا مصلحي، انت اللي عرضتنا بيه. وزعلت مني يا مصلحي علشان ما رضيتش اخدمه في الجمارك. يلا ربنا يعوض عليك. خدولي. يلا يا مصلحي. انخرب بيتي. سواحك. يا ضحكك يا ادريه. اواد مشي فين من كده يا مصلحي؟ اهلا وسهلا. انست وشرفت. كده يا مصلحي. يا ضحكك. تتمسك مع بياعة فراخ وكمبارسي من شارع محمد علي. مصاحب مين فيهم يا مصالحي؟ مصاحب مين فيهم؟ انا وش الحاجات دي يا ادريه؟ يا ريته كان حباص وما سابش الغول ياكله. يا راجل ده انت حاده وبتفهم، ده انت محمد منازلهم. تخلي الراجل ده يبيع لك الترمايه برضه؟ ده كلام. الميه على الشطر يا فحسون. وعسوده ومحببه، فضحتنا، خليتنا على الحديده يا مصالحي. معلش يا ادريه، معلش معلش، اذا كان على الحديده انا سداد ما يهمكوش اي حاجه. كتر خيرك يا حسون، كتر خيرك. معلش يا ادريه. مصالحي أنا صايع عديلك الصغير، لكن خدها مني نصيحة، مفيش أحسن من الاستقامة. بوسي يا دودو. بوسي 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 بوسي. حلوة ازاي؟ الله حلوة قوي. عقبالك أنت كمان لما تفقسي. يبقى واختك سم كده وتجيب لنا جوز بقى ونربيهم جملة ونخلص. جوز بس؟ طب ما تخليهم تلات فرد بحبح شوية. على فكرة أنت عمرك ما بتعرفي تظبطي يقت القميص أبدا. أنا بعد كده هضطر أشتري قمصاني جاهزة. اهي دي بقى يا استاذ تطلعات طبقيه. ليه بقى؟ عشان ايه؟ من حقي انا هقبض الشهر ده فرق عليها 14 جنيه. سيبيني بقى اتبحبح شويه وافنجر شويه واشتري حته مكنه للسنار. نعم اهي دي بقى. لا مش كفايه اللي بتصرفها على الطعم، مش اقل من 3 جنيه. من بند السجاير؟ انا مش مبطل سجاير. ايه ده؟ في ايه؟ استاذ كمال عبد الكريم. ايوه اي خدمه؟ مباحث الجنائيه، عندنا اذن بالتفتيش. تفتيش؟ ليه؟ هو غايه الحمام دي كانت عايزه تصريح ولا ايه؟ كل ورقة في البيت أو قصاصة ورق أرجوك سلمها لنا. أنتوا بتدوروا على منشورات سرية؟ يا ترى الفلوس بتشيلها هنا برضو ولا في البنك؟ فلوس؟ فلوس إيه؟ فلوس الرشاوى يا سيد كمال. لعبتك أنت وحسونة في الجمارك انكشفت. من فضلك، أنا وحسونة أشرف ناس. الكلام ده تقوله في التحقيق. اتفضل معايا. تحقيق تحقيق، أنا ما عملتش حاجة عشان أخاف من التحقيق. ما تخافيش يا نادي. عن إذنك أغير هدومي. اتفضل. امضتك يا استاذ كمال. ايوه يا فندم. انت عينت البضاعه قبل ما تقدر جمركها؟ في الحقيقه لا. مش دي شغلتك ومسؤوليتك؟ ايوه يا فندم.
امال مضيت ازاي؟ انا لما شفت قمطة الاستاذ حسون زميلي مضيت. وده مش يعتبر اهمال واستخفاف بالمسؤولية؟ مش المعاينة والتكمين بيتموا بحضوركم انتوا الاثنين سوا يا سيد كمال؟ ايوه يا فندم، بس انا والاستاذ حسونه بنمضي على استمارات كتير قوي ملهاش عدد، وفي ثقه بينا، وتعودنا دايما ان لو اي حد مننا شاف امضى التاني بيمضي على طول. معنى كده يا استاذ حسونه انك قدرت 20,000 جنيه على شحنه جمركها 100,000؟ ما حصلش. هو ايه اللي ما حصلش؟ مش ده توقيعك؟ ده لا توقيعي ولا انا عينت البضاعه دي خالص. دي مش امضتي. مش امضتك دي ايه يا حسون؟ حسون اتكلم، قول لي خلصك من ربنا. مش امضتي يا كمال، مش امضتي. ممكن تحاولوني على الخبير، لو اتضح انها امضتي اعملوا اللي انتوا عايزين تعملوه. يا منصور، يا استاذ خليفه، حد منكم يذكر ان الاستاذ حسونه قدر جمرك الشحنه دي او حتى مضى على اوراقها؟ انا شخصيا لا اذكر. الاستاذ حسونه دقيق قوي في عمله ومشهود له بالذمه والامانه. ده حتى من كام شهر يا فندم ظبط عمليه كبيره وصوره اتنشرت في الجرايد وطلع في التلفزيون. نامر بالقبض على المتهم كمال عبد المجيد وحبسه احتياطيا، ويندب خبير فني من قسم ابحاث التزييف والتزوير لمضاهاه توقيع حسونه السيد ولي على الاوراق المنسوبه اليه. نحط ايدينا في الماء البارده ونسيب كمال السجن؟ مفيش بقى غير اننا نعترف على نفسنا وننحبس احنا. ده لو عندنا دم. ايوه ايوه يا اخويا، ما انت اصل مخك مفوت. اخرب ثلاث بيوت عشان الشهامه بتاعتك اللي مش جايبه ثمنها دي. حسونه حسونه ما تكبرش الحكايه، الحكايه بسيطه قوي. ايه يعني حبس احتياطي؟ بكره يفرج عنه في المعارضه. وافرض يعني يا سيدي خد حكم، تفتكر انا ضميري يسمح لي اسيب مراته كده؟ مش ممكن. أنا حديها شهريا ضعف مرتب جوزها. بلاش يا سيدي، تلات أمثال مرتب جوزها. وتولد وجوزها في السجن، وتعيش من غيره كذا سنة وتتلطم، بسيطة. أنتوا كلاب. حسونا. كلكم كلاب. وأنا أولكم. خليفة، خليفة، بلاش تهور. معلش. بكرة يروق. حصلوه. وخدوه بالراحة. وناخد معاه كاسين وندلعه الدلع اللي هو. ايه الدوشة دي؟ يا سلام. طلق حكمة أول ما نوصل اسكندرية. الدنيا دي ما عادش فيها أمان أبدا. من عينيا يا راعي. تصوري الولد حسونة بيرفع صوته عليا. نسي ان روحه في ايدي. انت ما زهقتش من الشريط ده؟ ما سمعته 100 مرة. سامحوني. لكن حوارينه لو طبعناه كاسد هيكسر الدنيا. كفاية كفاية، انا زهقت. خسرت الايام اللي قضيتها من غيرك. مش كده. ليس استعد لشريك جديد. أفندم. راجل عنده 60 سنة، سن المراهقة التانية، مش هياخد في إيدك غلوة. بس كده؟ وده يبقى مين بقى؟ مسؤول شركة استثمار لسه جاية من بره بشوكو. هي دي خبطة العمر. همتك يا مايسة حبيبي. شاهين. روح شاهين. انت اسفل انسان شفته بحياتي. ميسة، ميسة، انت اتجننتي؟ ما بتتسمش في بدنك وانت بتبص في عينين الرجاله اللي بيصاحبوا مراتك. لو انت مراتي يا حبيبي ما تفوقي، لا الحكايه تكبر في دماغك وتفتكري انك مراتي بصحيح تبقى مصيبه. وتصدقي بقى انك بتخونيني وضميرك يأنبك كمان.
اطلبي الخواجه ابو شوكو واعزميه على الغدا. بس كده؟ حاضر من عينيا. الو حسونه، ما يهمكش من شاهين من دلوقتي يا حسونه. انا خلاص رميت الشريط اللي كان بيهددك بيه. انا مش مراته يا حسونه، انا مش مراته. دي كانت كلمه وخانت عليك. انا هربيك. الو انا هرجعك للوحل اللي انت شلتك منه. الو الوحل انت يا شاهين كده. الو اوكي اتفضلي سيبي الوحل ودوري على النظافه في حته تانية. الو انت ما تلزمينيش، انا هغيرك. الو مين قال ان اعداء لك هنا تاني؟ الو السكه اتقطعت. حكمت حكمت بحبك بموت فيك، بخاف عليك من الهوا الطاير. انت ايه اللي جرالك النهارده؟ مبسوط يا ست؟ عندك مانع؟ حماتي حماتي العزيزه، حماتي العزيزه بحبك. ان شاء الله يجي لي الشيء الفلاني بحبك. بموت فيك. ادي بوس يا اخويا. لكن انا ما بحبكش، اكذب عليك يا اخويا. ابعد عني كده. ليه يا حماتي؟ ده انا غلبان، ده انا غلبان وابن حلال ومنكسر وامرطي. مش مراته مش مراته واحد ابوه سودا. شوف جوزك مهبب شارب ايه. قوم اما قيس لك الحراره. يسيل الحراره. سعادتك مش مبسوط النهارده يا شاهين بيه. فعلا يا وفا، الناس بقت وحشة قوي. الخير ان تعمل شرا تلا. حسونة باين عليك مش مبسوط انت كمان، ايه اللي مزعلك؟ ما كنت بتخمني ومفهمني انها مراتك، وده اللي مزعلك؟ تفتكر كان طعمها هيختلف وهي مراتي؟ ثم مين فينا اللي يزعل؟ على العموم كتر خير ميسا، الشريط راح في داهية وخلصت من تهديدك. ده يتهيألك. حبيبي اوعى كده، ابعد عني. الوثائق المهمة اللي بالشكل ده ما تنسبش كده للسرقة. مش بتخوني مع مراتك دي، تعمل منها نسخ ونسخ كتير كمان. انا هخونك مع جوزي. بره بره قبل وفا ما يقتلك. انت انسان سافل. جايز، لكن عندي ضمير، وضميري ما يسمحليش ان انا اوصل لغايه اهلك في كرموز واسمعهم الشريط. عارفه تبقى بايخه مش كده؟ عايزين بقى 25 قرش نديها للحاجب علشان يدخل العريضه دي للقاضي. 25 قرش للحاجب؟ امال انت تاخد كام؟ شوف انت بقى، لو محامي هيكتب لك العريضه ديت هتدي له ايه؟ كلك نظر. ايوه كل نظر. ربع جنيه اهو، شيل اللي الحاجب وريال ليك. ربع جنيه؟ ايه شيل اللي الحاجب وريال ليا؟ ايه تعالى يا راجل انت، الربع جنيه ده تروح بيه البلد تشتري خروف. امشي امشي. ازيك يا غادة؟ ماما فين؟ ماما جوه. طب خش يا حبيبتي. مساء الخير يا أدرية. ما بترديش ليه؟ مساء الخير يا مصطفى. لو شفتي منظري في المحكمة، حتى زمايلي القدام نزلت في نظرهم، بيعاملوني على اني عرض حلقي. صحيح المشي البطال بقت على الرزق. اول شهر جبت لي 300 جنيه من مرتب المكتب. نصبت عليكي، استلتهم من سعيد الغول علشان ابلفك واطلع جدع. لكن انا مش جدع ابدا يا ادريه. اخس اخس عليك يا مصلحي اخس. مصلحي ما تزعلش مني،
انا خلاص قررت المكتب ده هوت هقلبه محل خياطه. انت قد الحكايه دي قدها وقدود. انت ناسي ان انا اللي عملت جهاز حكمه اختي والناس قالوا عليه احسن جهاز في البلد وفساتين، مش انا اللي بفصلهم والجيران بيقولوا عليا احسن واحده بتفصل. انت عارف دلوقتي الفستان تمن الشيء الفلاني؟ ايوه يا ادريه وكرامتي كرامتي يا ادريه. بتقول ايه يا مصلحي؟ كرامتي كرامتك كرامتك خدتها منك بيعت الفراخ. وبعدين يا ناديه كل معارضه بتترفض هفضل محبوس لامتى؟ نصبر يا جمال وفرج ربنا قريب. المحامي بيقول ان بلاوي كتير انكشفت في الجمارك وان اللي عملوها دبروا انها تتلفق لك. محامي صغير ما عندوش خبره. انا ضعت يا ناديه ضعت. ناديه فين ساعتك وسنسلتك؟ يا دوب جابوا اتعاب المحامي الصغير. ولا يهمك يا جمال كله يتعوض. هتواجه ازاي مصاريف مصاريف الولادة؟ ما تشيلش هم انا عامله حسابي. حتى كمان دبلة الجواز. معلش يا جمال معلش. عايزين ادور لها على المجرم الحقيقي. عجبكم كده؟ وماله يا اخويا ادور لها على المجرم ريحها. فين بقى المحامي الكبير اللي انتوا وكلتوه؟ ايه هنوكله قبل هنا بسنه؟ لما القضيه تتحول للمحكمه ويتحدد لها جلسه يبقى فيها كلام تاني. حسونا احنا لو تدخلنا من دلوقتي هنلفت النظر لينا كلنا. احنا مش لازم نتدخل خالص. بطلوا عبط بقى. كمال لو افرجوا عنه معنى كده ان المتهمين لسه بره والمباحث هتدور علينا. انما لو اتحكم على كمال واتحبس يبقى خلاص ملف القضيه اتقفل ويا دار ما دخلك شر. ده الكلام الدغري. يعني خلاص قررت انكم تضيعوه. انقذوا انت يا اخوي، ما انت اصلك فدائي. لا مؤاخذه، هو الاستاذ مصلحي نقل مكتبه؟ زي ما انت شايف، بس ما دام المصلحي موجوده تحب تكلمها؟ ممكن؟ طبعا اتفضل. ادريه يا ادريه. مش معقول حسونه. الحمد لله على السلامه. ازيك يا ادريه؟ ازيك انت جيت امتى؟ دلوقتي. الحمد لله على السلامه. حسونه جوز اختي مدام سهام شريكتي في الاتوليه. اهلا وسهلا يا فندم. اهلا بيك. على فكره يا ادريه ها اختك اشطر منك في الاختيار قوي كده. طب والنبي لو اللي مصر. لا اعملي معروف. لا يشغلنا القانون بتاعه ويفسخ لنا الشركه. عن اذنك اتفضلي. تعالى يا حسونه تعالى. وحشني. اخبارك ايه؟ كويس. اسكندريه اخبارها ايه؟ تمام الحمد لله. ده ايه يا ادريه ده؟ ها ايه العظمه دي كلها؟ اعمل ايه يا حسونه؟ مصلح صرف الفلوس كلها قلت اشتغل، وانت عارفني طول عمري شاطره في الخياطه. اه طبعا، بس هو بقى يتدخل في التفصيل والاداره. انا منبه عليه ما يهوبش هنا خالص. يسيبني بقى ربي العيال. انما بقول لك ايه يا ادريه، صاحبتك بان عليها شاطره قوي. ها جوزها اشطر منها بكتير. يا سلام. عنده مطعم ومدينه ملاهي ومصنع ملابس جاهزه. يا خبر، مصمط ملابس جاهزه. مصنع يا حسونه. طب يا ادريه انا همشي بقى، انا كنت عازم مصلحي هروح له البيت. طب استنى ده ايه واجي معاك. اتفضل استريح. يلا القهوه يا سيدي. يو يا سيدي الله ما تخبطش فيا كده. الله انا مش وشي كده. بت يا فوارك انا قربت لك يا بت. امال خيالك هتقول كمان ما تبصليش وانا ماشيه بحالي. طب ده انا حسيت بعينيك قسم ظهري. فواكه ارجع عني يا فواكه احسن لك.
ايوه يا اخويا اعمل طيب اعمل طيب اعمل طيب يا ساهي يا داهي يا ميه من تحت تبني ده انا فاهمك كويس انت مش ناويه تجيبيها البر فواكه ابعدي عني احسن اخدك قلمين اعقلك يا فواكه لا 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 يا سيدي الله من دلوقتي هنلعب استغماية ولا ايه الله امال لما الست تسافر ايه اللي هيحصل لا وحياتك يا سيدي ده انا واحده ضعيفه الله اخس عليك يا سيدي ده انت خطر قوي دول 30000 دولار ربنا ما يحرمنيش منك يا احب جوز في الدنيا خليكي واعيه حراميت ايطاليا يسرقوا الكحل من العين وهي دي اول مره اسافر فيها ايطاليا بس انا كان نفسي تكون معايا المره دي عشان اخد ذوقك في الاختيار كان بودي يا حبيبتي انت عارفه المصنع عايز عين مفتحه العمال صعب قوي الايام دي البركه في قدريه ذوقها ما يعلاش عليه بنت يا فواكه انت مش مقامي من مقامي يا بنت يا فواكه يا غراب يا سيدي الحب ما فيهاش مقامات لا حب انت يظهر عليك عايز اعلقك يا فواكه لو النبي فواكه اسمع عليك يا سيدي لو النبي يا سيدي لو النبي الباب الباب لا انا انا يظهر اتهزقت اتفضل يا حسون ازيك يا مصطفى اهلا يا حسون اهلا ايه مال الدنيا كده ليه تعبان لا 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 اصل نسيت اعمل تمرين الصباح فقلت اعملها دلوقتي اصل الدكتور يا حسونه قال لي اهتم بالرياضه قوي لا باين عليك هتجيب نتائج في الرياضه قوي يا ابو صالح مبدره النهارده يا ستي ده انا يا دوبك وحياتك لسه حاطه الاكل على النار معلش معانا ضيوف جوز اختي شدي حيلك منور يا سيدي بس اتفضلي ما تقرصي على روحك قوي في الرياضه يا ابو صالح لان القرص في الرياضه ساعات بيجيب نتائج مش هي خصوصا في السن بتاعك اهلا يا حسونه اهلا قولي يا حسونه ازاي حكمه وحماتي كويسين انا اللي مش كويس يا ابو صالح ليه واحد صاحب الروح بالروح واقع في جنايه انا جاي لك عشان تختار لي محامي كبير جدا يخلصوا منها وما يهمكش الاتعاب اي فلوس انا مستعد يحق لك يا عم بدل الفلوس ماشيه معاك زي الرز وانت اخبار الرياضه معاك ايه انا شايف ان محامي كمال قام بواجبه على كل حال امل كبير اننا ناخد له افراج مركزه في القضيه مش سيء زي ما انت متصور يعني في امل ياخد براءه انا متاكد انه هياخد براءه افتت يا عم كمال محامي كبير جاي قبلك من مصر كمال كمال اصحى كمال اصحى كمال اخر ما كنت اتوقعه امبارح شفته كان مرح بشكل غير عادي عاده بيغطوا الاكتئاب الشديد بالمرح كان امل كبير اخد له براءه خساره انهار تحت وطأة الشعور بالظلم Thank you.
الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم مالك يا بنتي. ايه ايه انت لسه مخضوضه؟ مش اول مره اركب فيها طياره، ده انا قلبي هيوقف. هي اول مره كده، بعد كده هتبقى اسهل من ركوب البسكليت. هو في مره تانية؟ لا يمكن، ده انا من دلوقتي ابتديت اقلع على الاولاد. يا دي الاولاد. سام هانم، مش معقوله. ازاي صفوت؟ ايه الصدفه العجيبه دي؟ ازيك؟ الحمد لله. صفوت يا قدريه، صاحب اخويا صلاح الروح بالروح. اهلا مدام قدريه، صاحبتي وشركتي في الاتيليه. تشرفنا يا فندم. تشرفنا يا فندم. روما طبعا يا سام. ايوه، وانت؟ ان شاء الله. حاجزين في الهيلتون؟ ايوه حاجزين في الهيلتون. مش معقوله بقى. ليه؟ انا كمان حاجز في الهيلتون. لا دي صدفه غريبه قوي، مش معقول يا قدريه. حظنا كويس، عن اذنكم. اتفضل. سهام، انت رايك فيا انا غبيه؟ لا طبعا، والا ما كنت شاركتك في الاتيليه وفي البوتيك اللي هنفتحه في شارع سليمان. بجد؟ طب بذمتك حكايه صفوه دي صدفه؟ طبعا لا، ده تخطيط. تخطيط؟ ايوه تخطيط. ايه تخطيط؟ كنت هقولك في الوقت المناسب على كل حاجه. هتقولي لي ايه؟ هقولك ان صفوه ده يبقى خطيبي. خطيبك؟ خطيبك ازاي؟ انت مش متجوزه؟ اه متجوزه، بس لطفي جوزي انا مده خدمته وناويه اغيره، قد مهمته، كتب لي شقه تمليك باسمي ودفع لي خلو البوتيك وشويه حاجات كده وخلاص. ايه اللي بتقوليه ده يا سهام؟ اوه كفايه بقى، بقالي 3 سنين متجوزاه، هو هياخد عمري. احنا في روما يا حبيبتي. لا طب ما انا عارفه ان احنا في روما. في ايه؟ ما انا عارفه انك عارفه في انك تشربي. ايه تشربي من ده؟ انا انت هنا ما يقدموش ميه، حتى بصي حواليكي. ايوه انا عمري ما تعدميني المشرب دي وحياه ولادك لك يا شباب. يلا حاضر اشرب. حاضر طب اشرب. حاضر يلا كمان حبة عشان يلا يلا شيخ عشان تفرفشي. يا رايبة تسمحيلي بالرقصة دي؟ ايه؟ تسمحيلي بالرقصة دي؟ انا؟ انا سبت رقص من زمان. انت عارفة يا سهام انا بقالي سنين ما برقصش معاهم صحي، اصل هو ما برقصنيش ابدا. والله؟ اهو ده مثلا، لا اعرفه ولا يعرفه، لكن اتقدم لي للرقصة افتكر اكسفه. مش ممكن. عن اذنك يا حبيبي. اتفضل يا حبيبي. يلا. هديك شفت الناس، مفيش حاجة. خلي بالهم برقص. اتفضلي. طيب طيب. جبشيان. اوه موا انطونيو ادريا كادريا كادريا كيلوباترا. قلت لك ادريا يعني ادريا. الله كيلوباترا ميلو كيلوباترا. كيلوباترا كيلوباترا كيلوباترا.
اوعي. ايه ده؟ فبين راحوا فين؟ مش كانوا هنا؟ كريكو ستيامو امبو. يوه انا فاهمه بتقول ايه. روح. في حاجة؟ كيلو باترا أموري ميو كيلو باترا. هو أنا مش سايباك تحت؟ إيه اللي طلعك هنا؟ في حاجة؟ في إني أنت عايز حاجة؟ دامي أم باتش باتش؟ أنا مش فاهمة أنت عايز إيه؟ لا شيل إيدك دي. إيه؟ لا ما يصحش كده يا ضحتي. أدرية الحاجات دي تجيب أكتر من 5000 جنيه أدرية. فكرة روما دي كانت غايبة عننا فين يا أدرية؟ أدرية الحاجات دي تجيب أكتر من 5000 جنيه أدرية. فكرة روما دي كانت غايبة عننا فين يا أدرية؟ في الحقيقة شركتك سهام دي أدامها حلوة قوي علينا. ولا جوزها؟ جوزها ما يتخيرش عنها، بيخاف على سمعتك، بيقول مش معقول أدرية هتفصل الفستان دلوقتي بخمسين جنيه. أدرية الله نسيت العربي يا أدرية، أكلمك بالطلياني. أدرية في صحتك الكاسدة يا حبيبتي، في صحة وصولك بالسلامة. اشربي يا أدرية اشربي. عايز اسقط ليه يا مدام؟ في سبب وليه؟ ايوه مراهقه شويه وعندي اولاد. الابل بتحمل ما يصحش انها تهرب من الامور. يا مدام انت حالتك الصحيه والنفسيه لا تسمح بالاجراء. فهم دبريني هعمل ايه في المصيبه اللي انا فيها؟ مصيبه؟ قصدك مساغك اللي اتسرق منك. هو مش بحوالي 3-4000 جنيه، لكن صدقيني يا ادريه احنا بنكسب كتير واكيد هتعوضيهم. مش مساله مساغ، انا سرقت مني حياتي غصب عني وانا مش واعي. اما انك صايحه على نياتك ولنفرض ان ده حصل، انت مش بتقولي ما كنتيش واعي؟ ايوه فعلا خلاص انا ما كنتش واعي، بس انا سهام انا حامل. أدرية الكون مش هيتهد عشان انت حامل. بالنسبة لي هيتهد. مين يا سهام؟ أرجوك حاولي تفهميني. أنا لو في مكانك أعمل شهر عسل وفورا مع جوزي. أدرية انت مش هتكوني أول واحدة ست تخلف بعد 7 شهور. لا لا الموت عليا أهون من كوني أعمل حاجة زي دي. لا أوه مع الأسف أنا كنت فاكراكي ذكية جدا. النهاردة بس اكتشفت انك غبية وبرضه جدا. انتي السبب. أوه. ايوه هما السبب في كل اللي حصل. ليه؟
امسك اعصابك يا حكمه، امسك اعصابك. والدتك مش حامل الصدمه دي. لو كنت بتحبيها صحيح لازم تخبي عليها اطول فتره ممكنه. عايز افتكر يوم واحد زعلتني فيه، اساءة، كلمة واحدة قاسية. هعيش ازاي من غيرك يا ادريا؟ مين هيربي العيال؟ ايه اللي بتعمله ده يا مصلحي؟ ما صحش كده. ربنا يتولانا، يلا ربنا يتولانا، يلا بس يا حكمة خلاص. ازيك يا نادية؟ ابنك جميل قوي، ربنا يخليه لك. اتفضل. انا جايب معايا هدية صغيرة. زملاء المرحوم متأثرين جدا باللي حصل، فجمعوا مبلغ يعني علشان تواجه بيه ظروفك. عارفين ان مدة كمال في الشغل قصيرة ومعاشه صغير. واللي قتلوا كمال ساهموا في التبرعات؟ وهم اكيد من زمايله برضه. كتر خيركم، فلوسكم مش هتعوض اليتيم عن يطمه، وهيفضل في عينين الناس ابن المرتشي. الإحسان الوحيد اللي قبل إنكم تلاقوا المجرم الحقيقي وجوزي يتبرى. من فضلك حط فلوسك في جيبك. شاهين بيه يا طاهر. تعالى يا ابو الحسن. ده صح برضو، انت بتتصرمح فين وسايب ضيوفك؟ شاهين بره انت ولو السهب بتوعك دول. مش عايز اشوف حد فيكوا تاني هنا. يا خرابي انت ايه اللي جرالك النهارده؟ ولا كلمه جوه. مستنيين ايه؟ قلت بره بره. لا ده حالته كرب خالص. حاضر يا حسون، هنمشي حال. يلا يا اخوانا. عمري ما كنت اتصور انك لما تشرب تبقى ندل للدرجه دي. اطلع بره يا شاهين، اطلع بره. قطعت صلتي بالناس دول كلهم. وانا مالي؟ هم اصحابي ولا اصحابك؟ اصحابي وزمايلي، هم زيي وانا زيهم، ما نتخيرش عن بعض. لكن انت حاجه تانية، انت بنت ناس طيبين. خليك بعيد، خليك بعيد يا حكمت، خصوصا عن ميسه. مالها ميسه؟ في منتهى الذوق والادب ومعرفتها تشرف. ست صايعه مش هتخش البيت ده تاني. عيب عيب قوي تقول كده على مرات الراجل اللي خيره عليك. ماهيش مراته، ماهيش مراته، مش مراته. طيب يا حبيبي ننام دلوقتي والصبح نبقى نشوف مرات مين. مرات الكل، مرات كل الرجاله، موظفه عنده في مشاريع الحقيره بالاجره والعموله. نفرض دي مسائل شخصيه، كل واحد حر في حياته الشخصيه، انا ليا مصلحتي وبس. شوف يا حسونه هوريك انا عملت كام النهارده. ملك الفلوس.
ليلة واحدة بس، ليلة واحدة يحسون عملت 1000 جنيه. 1000 جنيه يهمني بقى إذا كانت مراته ولا مش مراته؟ يهمني أنا، يهمني أنا يا حكمة. شاهين لو قدر يعمل منك ميسة تانية مش هتأخر. شاهين جر رجلي وقعني بفخ الرشوة، بقيت مرتشي، علمني إزاي أسرق الجمارك، بقى عندي الألوفات، عندي الألوفات مخبيهم، محدش هيقدر يوصل لهم. أنا بقيت حرامي، أنا بقيت حرامي، أنا مطلوب القبض عليا يا عالم. أنا بقيت حرامي، حرامي، أنا بقيت حرامي، حرامي يا عالم. مالناش دعوة بميسة وسلوك ميسة، بالمرة بقى أعرفي إنها كانت صاحبتي، أنا خدتك معاها. خبر عادي بالنسبة لك طبعا يا حكمة. الفلوس أهم. صباح الخير. صباح النور. انت مين داخله عليا وبتساليني انا مين؟ انا المدام. هو المصلح عزل مش دي شقته؟ شقته، وانا مدام المصلحي حاكم. يا بنتي انا مش ناقصه هم. هو اتجوز على قدريه؟ قدريه تعيش انت. انت بتقول ايه؟ انا يا حبيبتي مراته الجديده. قضاء الله قدر يا حماتي، خفنا عليك خبينا القبر. هدرية 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 هدرية. مش العشاء ما تحسونا كده تطردنا من بيتك؟ اول ما تطردوا من رحمه ربنا. يا اخوانا مفيش داعي للمحاضرات، غسلنا الوسخ نبقى نغسله بره. معلش خد امضي الشحنه الجديده. انا مش ناوي انتحر، كفايه كمان. الله، هو انت كل استماره تنشف رينا؟ مش عايز قلب الدماغ، دوروا على غيري. تاني حسونا انت كده تخرب بيوتنا. ان شاء الله يا رب تتخرب وتتطرب على دماغ ابوكم. حسون تي صلحتني. كنت مخصماني؟ ما بتكلمنيش. انت صحيح كنت مصاحب ميسة؟ ما يضطرش تستعبطش وقول الحقيقة. ايه اللي فكرك بميسة دلوقتي؟ الحكاية دي ما عمتكيش ونزلت تلم الفلوس. لو عملت كده تاني هموت نفسي. ويفضل لي مين يا حكمة؟ يفضل لي مين؟ أنا بحاول ألاقي نفسي وألاقيك أنت كمان. أنت ضايعة مني. أنت حبيبي طول عمرك. أنت حبيبي. إحنا جرانا إيه؟ حبنا في القفوش كان حريقة. حسون روح حسون.
انت صحيح بتردشي ولا كنت بتغيظني؟ حصل حصل حاجة. وبقى معاك كام دلوقتي؟ 50,000 جنيه. اخص عليك، ولا اعرفش ولا كأني مراتك. كنت مكسوف منك يا حكمت، ومكسوف في نفسي. طب وشايلهم فين؟ مخبيهم. فين؟ هقولك الليلة كنت جاي ومصمم اللي انا اقولك. طيب ابقى حرص المرة الجاية، الطريق ده خطر. انت رأيك يبقى في مرة جاية؟ يعني عايزين استمر؟ ما دام الدنيا كلها ماشية كده هنعمل ايه؟ بس حرص وفتح عينك، لا يحصل لك زي اللي حصل لكمال. كمال مات لأنه بريء. انتحاره كان صرخة احتجاج على الظلم اللي كان لازم يموت، مش كمال. أنا اللي ارتشيت ومسحت التهمة فيه وديته في داهية. معلش اللي حصل حصل، يعني هنعمل ايه؟ يعني هو ده رأيك؟ مفيش حاجة ممكن تتعمل؟ أنا عارفة لك شقة تمليك نحط فيها 30,000 جنيه، والباقي 50,000 جنيه هيروحوا لنادية مرات كمال، حامل بيه مستقبل ابنهم اليتيم. أنت شارب يا حسونة؟ دي الليلة الوحيدة اللي ما حطيتش فيها ولا نقطة خمرة ببقي. يعني بتتكلم جد؟ الفلوس اللي تعبت فيها وحوشتها عايز تروح تديها لنادية وابنها؟ ونتوب، نتوب يا حكمت ونرجع للأنفوشي. ارجع لوحدك. يعني طب يا حكمت نتفاهم، نتناقش، ناخد وندي في الكلام. هي كلمة واحدة، لا يمكن ومستحيل أسمح إنك تدي فلوس لمرات كمال دي وابنها. طيب يا حكمت، طيب الفلوس مش هتروح للنادية، وعد شرف مش هتروح للنادية. دلوقتي بس عرفت ان انت بتحبيني. وانت بتحبيني يا حكمة؟ يو هنتدلع بقى. يلا مش هتنام ولا ايه؟ مش هنام، في حسابات عايز اقفلها قبل ما انام. طيب حسون اوعى تقول لاصحابك على الشقة التمليك دي، كفاية قر. انت لسه ما نمتش ولا ايه؟ ايه اللي بتعمله ده؟ بكتب جواب. لمين؟ لربنا. جديدة دي، وعلى فين من بدري كده؟ رايح تصلي الفجر؟ وعرفتها ازاي دي؟ فعلا رايح اصلي الفجر. ويا سيادة رئيس النيابة، هذه هي قصة شاهين وشركاء. لو البلاغ ده مظبوط يبقى وصلنا، وتبقى الغاز قضية الجمارك اتحلت. يا راجل يا راجل، ده بلاغ من مجهول، دي ناس بتتسلى. مجهول وافرض انه مجهول، لكن بيتكلم عن حقائق وناس معينين. كفايه لعبه بقى يا جماعه، بينا نقعد مع الجماعه شويه. يلا نشوف. اهلا يا خليفه. بقول ايه؟ يا ريس البضاعة وصلت بقالها 5 أيام ومرمية في الجمارك. حسونة وصل يا جماعة. حسونة نفع مع التهديد طبعا. اه والله الأمر مش بعزاء. أهلا يا حسونة باشا. حسون معقولة؟ إيه الغيبة دي كلها؟ حكمت بتسلم عليك قوي وبتبوسك، توصل لك البوس أمانة. بتبوسك قوي قوي، وانت يا الهام حكمة بتبوسك قوي قوي قوي. لا 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 يا استاذ حسونة، انا لا اسمح ابدا. يا بيه يحيى بيه. يا استاذ حسونة. يا استاذ يحيى،
دي قبلة أخوية. أصل الأستاذ حسونة مش لاقي لمراتك يا ولد. مش كده؟ سلم عليك قوي. حكمة بتسلم عليك قوي. شاهين يعجبني فيك إنك واسع الأفق. ونادل. وأنا يعجبني فيك إن دمك خفيف. انتوا عارفين انا شارب لكم ايه؟ شارب لكم مية نار كده اهو. اوف اوف حبيبي تعالى يا قمر. انت كمان افقك يا اوف زي افق شاهين بالظبط. واسع وعريض. اوف اوف جرى ايه يا اوف؟ حسونة بيهزر معاك. ده ألم أخوي. معلش أصل حسونة الليلة دي شارب مية نار. إزاي تسمح؟ شارب مية نار الراجل يا حسونة. بقول إيه؟ البضاعة وصلت بقى لها 5 أيام ومرمية في الجمارك وندور على المنقذ في سلقط في ملقط مش لاقيينك. اوف اعمل لك كاس ويسكي. قسما ما حد يقدم لك كاسك الليله دي غيري انا. يا ده اوف اعجل لنا عجين الفلاحه يا واد. انا اعجل عجين الفلاحه؟ اعجل يا واد عجين الفلاحه. شارب ميه نار مش عاجل. وانا مش رايح الجمرك بكره. اوف جرى ايه يا اوفا؟ وبعدين انا ما بقاش ليا كلمه في البيت ده ولا ايه؟ استاذ حسونه بيقول لك تعجن عجين الفلاح. تعجن عجين الفلاح مش كده؟ شوف كاسك يا حسونه. افقه واسع عشان كده شافه زي ما انت شايفه. اوفا اعجن عجين الفلاح يا اوفا. هو معقول يعني انا اعجن عجين الفلاح يا خليفه؟ اوفا ده شارب ميه نار. اعجن يا اوفا زي بعضه امر الله. شاطر يا اوفا شاطر. اهي راسه تفوت ولا حد يموت. يلا يلا اعجن اعجن. الليل 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 اعجن اكتر. الليل 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 ميه نار يا اوفا. اعجن يا كلب. الليل الليل يا أفة الكلب. أكتر يا كلب. محدش يتحرك مكانه. قلت محدش يتحرك مكانه. أنا معانا أمر من النيابة بالتفتيش والقبض عليكم. إن شاء الله كلنا هنعجن عجين الفلاحة. اتفضلوا فلوسكم اهي. علي الحرام من بيتي ما فيها ولا تعريف حلال. ما تصدقهوش ده مجنون. ده مجنون ما تصدقهوش. اعصابك يا حكمة. انا من الانفوشي والى الانفوشي نعود. لا وانت السادة يا حسون والى السجن تعود. مش كده برضه؟ بيغيبوا في المداولة. مستعجل على السجن قوي؟ ما انت لسه معترف. مستعجل ربنا يستجيب لدعايا. اللهم اخرب بيوتكم. اللهم اخرب بيتي. نعم اللهم اخرب بيوتكم جميعا. ان شاء الله ربنا هيخرب بيوتنا باذن الله كلنا واحد واحد. انت هتنقطنا بسكاتك ولا لاحسن حاجه؟ الشيخ اجري كتك نيله وانت خايب كده من النيله. كل شويه تقول نقطنا بسكاتك ولا بتاع. الشيخ اجري كتك وانت لو كنت كويس كنت رماك كده في الشيخ اجري كتك نيله. اخرس بقى منك له اخرس. منور يا شاهين انت والصحبه اللي معاك. اوف عاشر الاندال تموت نادل وتعيش نادل. يا نادل يا ابن النادل. محكمة. حكمت المحكمة في الجناية الأولى رشوة وتزوير أولا، وعاقبت كل من المتهمين خليفة عوض الله محمود ومنصور حسنين علي حضوريا بالأشغال الشاقة لمدة 10 سنوات وتغريم كل منهما 60,000 جنيه. ثانيا، بمعاقبة المتهم حسون السيد والي حضوريا بالسجن لمدة 5 سنوات وتغريمه 2,000 جنيه ومصادرة المبلغ المضبوط
على ذمة الجريمة وقدره 50,000 جنيه. ثالثا، معاقبة المتهم شاهين شحاتة واصف حضوريا بالأشغال الشاقة المؤبدة وتغريمه 100,000 جنيه. في الجريمة الثانية، رشوة وتزوير، بمعاقبة المتهم شاهين شحاتة واصف حضوريا بالأشغال الشاقة المؤبدة وتغريمه 100,000 جنيه. في الجريمة الثالثة، رشوة، معاقبة المتهم شاهين شحاتة واصف بالأشغال الشاقة المؤبدة وتغريمه 50,000 جنيه. يحيى العدل، يحيى العدل. يا نهار اسود ومنك ابو شاهين الطص 75 سنة. شوف الحلاوة بتاعته. لا شديد شديد حقيقي يعني. اللهم صل على النبي. 75 سنة. يلا يا حبيبي التواب كلها 75 سنة وتخرجوا. حسونة، ولا يهمك يا حسونة، انا هعمل لك نقد. نقد اعمله يا اخويا علشان اضمن المؤبد. شد حيلك يا حسونة، مشدود على الاخر، ما تخافيش عليا. هستناك يا حسونة. تستنيني 5 سنين يا طول بالك. هستناك طول عمري. انا بحبك يا حسونة. حبنا انتحر يا حكمة. انا وانت ساعدنا على الانتحار. هبعت لك من السجن شهادة وفاته، ورقة الطلاق. مبروك يا نادية، الدنيا كلها عرفت ان جوزك بريء. قلتها متأخر لكن قلتها. انت وابنك تقدروا تبصوا في وش الناس وراسكم مرفوعة. ابنك هيكبر ويغني على صفار طابور للحمام وللسما الصافية وللموج. ليه يا أمل أنا كمال في يوم هيسامحني وانت كمان هتسامحيني؟